هارت فيلير. الهارت فيلير والله الموضوع ده جدا مهم. طب ليش انا ليه ما شرحت مثلا دي في جي بي اول؟ ليه ما شرحت كل المواضيع حق الكاردولوجي مهم؟ ويمكن 50% اذا مو اكثر من دفعه تختبر الكاردولوجي. يعني الدي دي تي والبي المفروض مع الهيماتولوجي، بس انا حاطه مع الشيت حق مع الشابتر حق الكاردولوجي، لان البلك هذا تقريبا يو اولموست اذا غطيته انت غطيت 50% من المنهج. يعني if you want to get the risk تدخل الاكزام وانت مذاكر and you need to choose one chapter it will be cardiology. وانت مغمض عينك تيقن اغلب الاكزام حيكون حق الكارديولوجي. صعبه تتخرج من الكليه دي وما يمر عليك شيء من ايه؟ من الكارديولوجي. ما يحطوا على MCQs قليله او يجيك واحد اثنين، لكن في الاوسكي تاكد وتاكد في اللونج كيس. صعبه تطلع بدون ايه؟ لانه حيكون عندكم تو لونج كيسز، لازم حيكون تو لونج كيسز واحد اوسكي. صعب جدا تفلت من انه ما يكون عندك ايه؟ كارديولوجي. فمهم مهم انك ايه؟ تركز على الشابتر. فنبدا الهارت فيلير واحاول انفزايز على الاشياء الايه؟ المهمه. وات از جيفن هارت فيلير؟ هارت فيلير الهارت كان نوت بامب سفشنت بلاد تو مينتين الكارديك اوت. لو بس كده اصلا نسمه بسيطه بحيث ايه؟ الموضوع يكون واضح. اف يو اسيوم ذس هذا الهارت وحنقول هذا الراجل وحنقول ليز ذا ليف فنتركل. اوكي؟ الليف فنتركل والبامب اوت بلاد يمين كل البلد. قشطه؟ ممتاز. بعد كده عندنا مين؟ البلمونري ايش؟ في الليف فنتركل اسمها ليه؟ فينز بلمونري فين. هذا ليه؟ اللنك. البلد حيجي من البلمونري فينز تروح الليف فنتركل، الليف فنتركل حيعطيه مين؟ لأول ذا بلد اللي هو الكارديك ارت. طيب البلد حيجي للرايت فنتركل ثرو مين؟ السوبيريور فينا كارديك وانفيريور فينا كارديك. السوبيريور فينا كارديك درايف البلد من ابوف ذا نيبل والانفيريور فينا كارديك داون. طيب بعد كده وي بامب ثرو ذا بلمونري ايش؟ ارت. هذا السؤال اللي كان ضيوف العلوم انه ارتري بيطلع من فين؟ من الرايت فنتركل. وبعد كده يجي يروح للنب. طيب هذا كده سمبل باي. ليش لازم نعرف القصه هذه؟ وانا ليش كده رسمتها؟ عشان نعرف الساوند سيمبتومز حق الليف فنتركلر فيلير والرايت فنتركلر فيلير. من ابسط شيء نقول لكم اقولوها في الشيء صح؟ لكن تيقن اذا انت دخلت هارت فيلير كيس هذا حيكون سؤال موجود. يقول لك البيشنت ده عنده رايت فنتركلر فيلير سيمبتوم ولا ليف فنتركلر فيلير سيمبتوم، وتقريبا 99% من الاجابات تكون ايش؟ باي فنتركلر فيلير. باي فنتركلر فيلير. وحنفصل في الموضوع ده. هذا الان سؤال بروف طالب من حب السؤال برضه بروف عمو بيسال السؤال. طيب نبدا كده واحد واحد فيه. بسم ناخذ الساين والسيمبتومز حق مين؟ حق الليف فنتركلر فيلير. وبعدين ناخذ البروسيس بليه كروني. في حاجه مش لابسه. يانج بيشنت كان وذ هارت فيلير. يانج بيشنت كان وذ هارت فيلير. طيب واحد هذا الليف فنتركل. الليف فنتركل از نوت بامبينج ذا بلاد. هذا الاولى. سو اي ويل هاف سان سيمبتوم اوف ديكريز ايش؟ كارديو. هذه لازم نحفظها لانه برضه في البلمونري هايبرتنشن يعني في الشيء الساوند سيمبتومز حق ديكريز كارديك اوتبوت. ايش هي الساوند سيمبتومز حق ديكريز كارديك اوتبوت؟ 3 اورجنز عندك برين هاند كدني. في الهاند 3 ايش هي؟ عندي مثلا بيل كولد وسينوس. بيل وكولد وسينوس و3 في البلس. ايش هي الاشياء اللي اشوفها في البلس؟ 3 تاكي كارديا ويك بولس وبولسس الديرنس. تاكي كارديا ويك بولس وبولسس الديرنس. السؤال why the patient is tachycardic؟ patient عنده heart failure why the patient is tachycardic؟ بس كده ببساطة نحن نعرف الـ common equation هذا cardiac output يساوي stroke volume في الـ heart failure. الـ cardiac output هي decreasing compensatory mechanism أو increase the stroke volume أو increase the heart rate. Stroke volume will increase by 7 block. بس ما ندخل في الديتيلز هاي. كان كل سنة كنت أشرح الصراحة مش مهمة. لكن فعندي stroke volume والهارت ريت. الكارديك اوتبوت يقل
My compensatory mechanism is ايش؟ تاكيكارديا، increase your heart rate. So عندي تاكيكارديا meaning of increase heart rate. Heart rate. A weak pulse, the heart is not pumping sufficient blood. Will not give you good volume pulse. The volume that ejected from the heart is low. So we'll get low volume pulse. Okay? فهذه النقطة الثانية. So عندي تاكيكارديا low volume pulse or weak pulse, pulses alternance. هذا سؤال برضو دكتور مرزوق يبقى على نفسه طيب اوكي يصير احنا هذا له سؤال دكتور في البلسس انترنس في ايش البلسس انترنس يو ويل فيل ويك بلس فولد باي سترونج بلس ويك بلس فولد باي سترونج بلس از ريجولار ما هو الريجولار بلس سمثينج تشينج ان الكاركتر حق البلس ريجولار سوري ويك سترونج ويك سترونج ايش الميكانيزم behind the pulses of therians الventricle while ejecting the blood ايش اللي بيصير بالضبط I have disease myocardium and normal myocardium a disease myocardium في first ejection will have a good health did not tire so it will eject the blood with the second ejection or with the second heart rate it will be tired so not contribute في البامبينج حق الهارت مع مين مع الهيلثي myocardium يعني الاخر يهاب healthy myocardium, disease myocardium. Disease myocardium will not cooperate in every heartbeat, in every ejection. While healthy myocardium will work على طول الوقت. Okay? فهتلاقي عندك واحدة contraction is strong, the other contraction is weak. وضحت كيف البلسس انترنس؟ إيه يا حد مفهم حاجة وقفت. واضحة؟ Okay. السؤال اللي حيجي هذا كله نحن عارفينه. البلسس انترنس هذا يسانك في ايش؟ في left side heart failure. هذا كله قاعد أتكلم عليه على إيه؟ ليفت سايد هارت فيلر طبعا بس ما ننسى حق البلسس الترنس هذا منين؟ للليفت سايد هارت فيلر السؤال يو جاست بالبيت يو ديد نوت فيل ا بلس ويك بلس هاو تو الابوريت هاو تو فايند ذيس بلس ايش حتعمل؟ حسيت ما لقيت البلس قال لك ايش المانوفرز اللي حتعملها؟ جست تو بروفوك اور تو سي ذيس بلس ترفع يدها في ايش؟ في الوضع كمان البلس كلها بس البلس هذه مانوفر تو سيت يعني حتى نكتب ايش تو بروفوكي طيب عشان الوقت هذا السؤال حق بروف مرزوق يقول لك ايه يو نيد تحط البيشنت سفينجو مانوميتر اوكي سفينجو مانوميتر يعني حط جهاز الضغط عليه وبعد كده طبعا انا حرفع الكاف بريشر كيف انا كيف استخدم الجهاز هذا السفينجو مانوميتر حط الكاف على البيشنت واتاكد ان السايس حقه يكون موجود بدينا ادخل اصبعي في ليه في الكاف طيب لفيته بعد كده تكون انزل حتلاقي زي تو تيوبس نازله تيوبس تكون ميديا وتحط تحط يدك بعد كده فين عند الريد باس حتنفخ تنفخ تنفخ الى ما الريد باس ايش يصير فيه ديسابيرد طبعا تنفخ الى كم مثلا شايف المريض تتوقع والله يمكن يكون هو هايبرتنسيف فافعل 160 اضعف اليمين بعد كده احس هتحس البلس ما موجود وبالعاده انا انفخ احط يدي على البلس وانس البلس ديس ابير خلاص اوكي اروح احط الستيثوسكوب حقي فين عند البريك الارتر هنا واول انزل بشويش واحده 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 اول صوت اسمعه هو الايه؟ كارتوسكوب ساوند هذا اللي حسمع حقول عنده البيشنت هنا ذا سيستوليك بريشر واحسمع كده ايه؟ دب 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 وبعد كده ايش حيصير فيه؟ يختفي. Once the sound disappeared, حقول عندي this is a diastolic pressure. طبعا بكره حنوضح الموضوع ده بشكل ايش اكبر في ال pulses بالنص. بس الان في عندي pulses ايش؟ الترنس. سمعت الصوت عرفت ايش السيستوليك ايش الدايستوليك. لو بس رسمت كده رسمه بسيطه افترضنا هذا النورمال. اوكي. Patient pulses alternance ايش اللي حتشوفه بالضبط؟ كبير صغير واحد بالضبط اكسلنت بلا شك بليز فوكس از ريجولار ما حد يبصص الدرس از ريجولار بص اوكي حانزل انا بالايه؟ بالكف بريشر حانزل 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 حانزل, حأنزل. حاوصل المكان اللي هو تقريبا ده حاسمع ايش؟ تو بصص دبل بص يعني حاسمع لب لب لا 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 لا
اللبلب هذا بالسس ثيرابيست. طبعا عشان بس نكون كذا يعني واضحين، من اكبر الشبهات اللي تشوفوها له كارديولوجي، في له لوت اوف سيمبتومز بكل صراحه، جست ا توتال فيوزلسنس، يعني هذا من السفاهه اني انا اسوي البيشنت بالسس ثيرابيست. ليه؟ لانه لو لقيت عنده، تفترض يو اكزامين بيشنت ولقيت عنده مثلا ويك بالس، سو سسبكت كارديوباثولوجي، ايش حتعمل بعد كده؟ ايكو. طيب حطيت السماعه، سمعت دايستوليك رامبلينج ميرمر، ايش حتعمل؟ ايكو. سمعت دايستوليك نت رامبلينج ميرمر، ايش حتعمل؟ ايكو. عملت بانسيستوليك هوروسيستوليك من عارف ايه ميرمر، حامل ايه؟ فاغلب الكلام ده كله يعني ترى مع احترام شديد يو فينش وذ ايه؟ ايكو. وي هوب يو هاف جود كارديولوجيست يعطيك الجود ريبورت. بس نحن لازم نعرف الجنرال برينسيبلز والاسئله اللي تجي في الاخر الاكزام. One of them is pulse surveillance. طيب نرجع لايش للساوند سيمبتومز حقنا. سو عندنا في الهاند جسكوب بير سينوس، ليش كولد اند بير وليش سينوس؟ كولد اند بير نوع الافكار اللي اوتبوت، ليش الورد حق الهاند موجود عندنا في بلاد؟ البلاد از وورد. واي عندي ديسبير نوع الافكار موجود زي الانيميك بيشن، انيميا ما عندهم بلاد، نوع هيموجلوبين بيوصل لفين؟ للجسم. بالاعتبر الانيميا بس عشان تفهم، بس مو هو الرئيسي. كان واحد بيشن نفترض انه عنده هو 6 لتر اوف بلاد نورمالي، هذا الانيميا بيشن عنده كم؟ 4 لتر 3 لتر. از ذا سيم ثينج في الكارد، في الهارت فيلير كل البلاد بتجمع فين؟ في الهارت وذ كونجستد في السيستمك سيركوليشن، ما بيروح للبريفرال سيركوليشن. فعشان كذا نلاقي كولد امبير. ليه سينوس نو انف اكسجينيشن؟ نو انف ايه؟ اكسجينيشن. هذا كلام غلط ابدا. السينوزس مو باي اوكسجين سيتريشن. يعني لما اقول بيش ده سينوز ما اقول اوه هيز هايبوكسيك، لا هي سي اوتوريتي. اوكي الكلام حق السينوز ده مو جاي من الهايبوكسيا، هذا معلومه مهم. سواء كان بريفر سينوز او سنترال سينوز، بس الهايبوكسيا المشكله بيش ده عنده ايه؟ الوت اوف سي او 2. طبعا ليه ما عندي جود سيستمك سيركوليشن، ما عندي جود بلاد بيروح يصير الاكسجينيشن لللنك؟ فعشان كده عندي ديفيكت في الاكسجين ترانسبورت والسي او 2 ترانسبورت. فور ذات ريزن ذيس بيشن ويل هاف ايه؟ سينوزس. ويل هاف ايه؟ سينوزس. عندي لوت اوف دي اكسجينيتد هيموجلوبين، دي اكسجينيتد هيموجلوبين. بعدين بقول ليش تك كارديا؟ واي هيز هافينج ويك بولس؟ واي هيز هافينج بولسز ات فيرس؟ في البرين ايش يكون عندك؟ ليش هاز تشاني stop breathing. No enough blood is going to the brain. ما في blood بيروح للبرين، حلاقي عنده ايش؟ trying to stop breathing. نحن عندنا اللي هو السنترز حق الريسبيرتوري سنتر، فين موجود؟ في الميد برين، في البرين ستيم اكزاكتلي. سوري مو في البرين ستيم، في الميد برين. تمام. الميد برين في له ايه؟ كل السيستمز. البيشن ده ما في بلط بيروح لفين؟ للميدبرين. حيجي له البيشن اكزاكتلي حيشتكي من ايه؟ من اتاك اوف ابنيا. فجاه البيشن ما حيتنفس، بعدين فولد باي هايبر فنتليشن. فجاه ايش؟ يوقف نفس، وبعدين ياخذ نفس مره ثانيه. تلاقي هايبر فنتليتد ابنيا، هايبر فنتليتد ابنيا. نو انف بلاد از جوينج فين؟ للبرين. وقتها البيشن حلاقي عنده ليه؟ ذيس از اتاك اوف شانس سكريتي. ايش الاذر كوز فور تشاين ستوب بريثنج؟ منها ممكن ايه؟ ستروك. موست كومن كوز اوف تشاين ستوب بريثنج ام سي كيو هارت فيلير. هارت فيلير ديسبايت ذا سي ان اس مانيفستيشن الموست كومن كوز هارت فيلير. طيب نو انف بلاد از جوينج تو ذا كيدني، ايش حلاقي عند البيشن؟ صوديوم اند ووتر ريتينشن. ليه؟ الكيدني ما تفهم، ما في بلاد، يعني ذيس بيشنز هايبوفوليميك، هايبوفوليميا حطلع على والاكتيفيت الالدسترون والرينين انجيوتنسن سيستم. بعد كده الكيدني ويل ستارت فور صوديوم اند ووتر ريتينشن. البيشنت ويل هاف ايه؟ اديما، لان عنده لور ليب ايه؟ اديما. ولو تركز الشرح انا قلت ايه؟ لور ليب اديما. رينين امبيرمنت بالقعده والنت مانيفست فين؟ يعني بالمدري اديما انليس ات واز فيري سيفير. لكن انيشيال ات ويل كوز ايه؟ لور ليب اديما. ممتاز. طيب سو كده خلصنا الساوند سيمبتومز حق اللوكال اوتبوت
قلنا عندنا 3 organs will be affected. البلد والسترين فين في الهارت؟ هيعمل باك بريشر على مين؟ على الليفت اتريوم. يعمل باك بريشر على البلمونري فينز. يعمل باك بريشر على مين؟ على اللنج. طيب لو كده اخذنا بس جسكات سكشن في اللنج، هذه البرونكيولز وهنا الالفلاي وهنا الانترستيشن وذيس از هنا الكونجستد بلود فيزلز على الانترستيشن. هنا البريشر كيف يكون عالي؟ طيب البريشر حيكون عالي في الفين في الفين. ايش حيصير في البريشر اول ما يعلى؟ هذا الستاتيك بريشر والانكريز والبوش فلويد من الفينز على فين؟ على اللنج. هو السؤال فين يروح بالضبط؟ اول شيء يروح الانترستيشن، بعد ما يروح الانترستيشن يروح فين؟ الافلام. لو كلام ده يهمني وين؟ ليه؟ وانس ان البريشر ارتفع فلويد والبوش ده انترستيشن هتحط السماعه تسمع ايش؟ كريبس. ممتاز. السؤال وات كايند اوف كريبس؟ تس فاين ولا كورس كريبتيشن؟ وانس الانترستيشن از انفولف تحفظها كده اول انترستيشن لانج ديزيز تعمل لك ايه؟ فاين كريبتيشن. سو عشان في البدايه هارت فيلر بريشر انترستيشن ويل بي انفولف هنلاقي عندك بيشنت ايه؟ فاين كريبتيشن. Once the pressure increases more and more it will go to the alveoli. وقت حسم على ايه؟ كورس كريبتيشن. لانه باي سنس عندك مكان فيه هواء ويدخل فيه مويه عشان كده تسمع الصوت زي حق الشيشه اللي هو صوت الشيشه. اصلا فين جاي صوت الشيشه ولا صوت المعسل؟ ما هو بينفخ ولا بيشرب من فين؟ عندك فيه مويه ويدخل فيها ايه؟ هواء. المويه والهواء هي تطلع لك الصوت هذا. Exactly the same. You need air يكون موجود فين؟ في الالفولاي. الانترستيشن is not one of the functional parenchyma حق اللنج. Supportive tissue. فسبورت يعني شد يعني there should not be air في الانترستيشن ولا هتكون في مشكله. الفانكشننج يونت في اللنج is the alveoli. Once انه في fluid ويدخل جوته air وقتها حسم على ايه؟ كورس كريبتيشن. حسم على كورس كريبتيشن. سو هيكون عندي فاين كريبتيشن لما يكون فلويد في الانترستيشن، كورس كريبتيشن لما يكون فلويد فين؟ في الالفولاي. السؤال المشهور هذا يمكن الكل يسأله، برضه الدكتور سراج بيقول يسأله، حقول السبيات اللي كلهم يسألوه وغيرهم يسألوه، ايش الديفرنشال دايجنوزيس اوف بايلور بيزل فاين كريبتيشن؟ بايلتر فاين بيزل كريبتيشن. واحد دون قلنا هو ايه؟ هارت فيلير او مثلا نقول بالمدري يدينا عشان نكون فيري بريسايز بالمدري يدينا. طيب بعد كده اثنين لا فالدكتور دكتور المفروض دكتور معلش اي بي اف ايديوباثيك بلمونري فيبروزس سي هارت فيلير ايديوباثيك بلمونري فيبروزس. رقم ثلاثه اسبستوزس. رقم اربعه والله لقيت ذا اليوم بس ان شاء الله مشور اباوت السيليكوزس بس اتاكد منه. فيصير هذه الاربع ديفينشن دايجنوزس حق الفاين بيزك ريبيتيشن. فور اكزام يو ويل منشن اونلي 3 اي بي اف هارت فيلير وايش؟ واسبستوزس. طب دكتور ليه ما اقول سيليكوزس؟ نفترض على سبيل المثال انه الاكزامينر كان مثلا دكتور صالح جرير والدكتور احمد الجهن. اند يو مينشن سيليكوزس. طيب حيقول لك ايه؟ اضعف الايمان. لو انت بس جست سكراتش سمثينج ان هيز ميموري ريجاردينج وات؟ سيليكوزس. ايش حيعمل؟ هي ويل فوميت ان يو. سيليكوزس. فين السيليكا؟ ايش الموست كومون اباندنت minerals in the earth تقولوا سيليكا. How silica can cause interstitial lung disease? ايش المانيفستيشن؟ What is the risk factor? And how to be treated? And what is the investigation choice? هذه كلها اسئله محتمله صح ولا لا؟ ثاني تراديشنال في الجامعه هنا السؤال ما يخلو عن دول الثلاثه وممكن يسالكم في الاي بي اف هذا كومن ممكن ان شاء الله ان شاء الله ويسالكم مين كمان في الهارت فيلير اللي هو الاكزام اسبستوزس هذا السؤال حق الدكتور ليث نيمش حيسيب الاثنين دول حسب على ايش؟ على اسبستوس. طبعا انا كلمتين برضه موجوده في الشيء حلو تقولها، هذا حاجه ريسبيرتور بس عشان الموضوع كله داخل بعض. طيب يصير؟ طيب this is regarding the signs as a symptoms. Once the fluid is reached the interstitial. The interstitial بيخلي لك حاجه كده expand
ويجي لها ايه؟ بتعمل ريكول اكسباندنج الريكول اكسباند الريكول. وانس ذيس فلويد انسايد انترستيشن هيصير لك ريستريكشن باثولوجي موجوده فين؟ في الانترستيشن. ف وانس يو هاف ريستريكشن باثولوجي بيشنت فيس كومبلين اوف ايه؟ ديزني شورتنس. السؤال البيشنت ايش الفيس مانيفستيشن؟ ان هارت فيلير وبالترتيب. واحد ايش هي؟ First manifestation of heart failure in order of chronicity. حيبدأ أول شيء يشتكي المريض من إيه؟ لا ديزني خطأ. Exertional ديزني. ديزني خطأ. إذا exertional ديزني مهمة. اثنين بعد exertional ديزني هيكون عنده ديزني. بعد كده paroxysmal nocturnal ديزني. آخر واحدة orthopnea. كيف نسأل على orthopnea؟ معلش هذا you need to be included في الهستوري. يعني كيف؟ يعني الآن لما في الإجزام اللي بتقدم الحسر حقك هتقول الpatient has no orthopnea he's sleeping in one pillow you need to say how many pillows the patient got comfortable إنه نام عليه. وغير كده تقول والله وتكون حريص يعني هذا الموضوع يحبوا يسمعون إنه تقول له how many pillows هو نام عليه. هو أصلاً متعود ينام على 2 pillows من أول before he sat يعني قبل اصلا ما يمر هو بينام على 2 بيلوز فما حاول هو متعود ينام على 3 بيلوز. هيقول لك الحين كثير من المرضى خاصه اللي هو في الاكيوت هارت فيلر هقول لك ما كان يقدر ينام اللي هو ايش جالس. والله يعني شفت يمكن ثلاثه ولا اربعه مرضى بس هذا كان دينايل يعني يقول انا ما عندي شيء ما في يخليني يقول لك عندي كحه وبلغم بس كذا بلغم بطلع وبلغم يتعبني. طبعا اثنان يقول لي انا معي جنبه كان ولد او الخفنا يقول لي والله دكتور ما عمره تمدد طول وقته هو جالس. ليه؟ وانس في سليم ايش يصير؟ في الفينس ارتير ايش يصير فيه ازداد؟ انت واقف فين البلد حقك موجود؟ في الليجز. انا حتمدد كل البلد اللي موجود في اللور اكستريمتي حيرجع مره ثانيه في الهارت. ايش اسمه البلد ده يرجع؟ الكلمه العلميه له از فينس ارتير. الفينس ارتير حيرجع على مين؟ على الهارت. باي كده باي قوسين يو جاست فوليوم اوفرلود للهارت هيز واز كومبنسيتنج من غير الفوليوم اللي موجود اليوم رحت زودت الحمل على الهارت هو يلا نتحمل اللعب. بعد كده يبدا المريض يشتكي من ايه؟ من السيمتومز بالتفصيل ايش اللي بيصير؟ كانك لما تقول المريض يتمدد يزداد الفوليوم اوفرلود يزداد الفلويد اللي موجود في الانترستيشن يزداد الفلويد في الالفولاي حرفيا المريض هذا يغرق. ايش اللي بيصير في البيشن عندهم اكيوت سبايكل ديستورس سندروم عشان البيشن هو سينكينج؟ ايش اللي بيصير؟ لو تعمل جست اكس ري تلاقي فيها ايدين المدى الايدين هذا كل يوم وهو ينام ايش يصير فيه؟ يغرق يقوم مخنوق وده احنا حنفصل في الايه في الموضوع بالتفصيل. يصير ذا فيرست سيمتوم از ايه؟ اكزيرشن ديزني بيمشي الهارت از كومبنسيتنج يو جست لود هيم الاكسرسايز از ا لود على الهارت. الهارت كان توليريت سلو ات ويل جو ان فيل فيصير واحد اكزيرشن ديزني. اثنين البيشن والله عنده شورت سبريت ديزني عادي هذه هي ويل جريت اكوردنج للايه؟ للنيويورك هارت اسوشيشن مهم تعرفوها وممتازه لما تتكلم ضوري الكلام في الهستوري لازم تعرف لما تتكلم ما تقول ديزني تقول ديزني جريد 3 جريد 4 جريد 2 جريد 1 من نيويورك هارت اسوشيشن وعشان تحفظها بسهولة. جريد 1 از ايه؟ از ان اكزيرشن ديزني. جريد 4 البيشنت ايه؟ اتريست. جريد 3 لا كيف حصل عليها؟ عندي جريد 3 جريد 2 ممتاز هذا السؤال مهم. جريد 3 تقول له لما تروح للحمام تتعب ايه؟ جريد 2 تقول له لما مثلا تروح تتحرك في البيت تطلع الدرج تروح المسجد يوجوال ديلي اكتيفيتيز هذه الديلي اكتيفيتيز لما تسالوا عليها هذه جريد 2 ديزني. جريد 3 لا اللي هو والله ايفن ذا بيشنت وين هي جاست جو تو ذا باث روم حيقول لك حاجه وبالعاده مثلا حيقول لك والله ما نخليه يروح الحمام لوحده في احد يساعده عشان يروح الحمام. فهذه تعرف ان البيشنت عنده ايه؟ جريد 3 ديزني. هذه الاسئله كلها نيد تو بي الابوريتد في الهيستوري. طب ليش انا بفصل في الشيء هذا؟ لانه يو اكسبكتنج عندك والله يا شباب who's been يعني اللي provide very excellent history و presenting excellent history انت هتاخد تقريبا بالراحه انت هتاخد 70 ل 80% من الدرجه.
you need just 2 to 3 wow factors during the discussion, you're good for mark. طبعا مو لازم نولج وانا حشرح لك منين. It's just wow factor. انك تعمل له كده اوه واو هو عرف المعلومه هاي. هذا يجيب درجات. ما اكتب عليكم الاكزام is not more less than show up. You عملت good show up حتاخذ good marks. Bad show up bad marks. Whatever knowledge you عندك. وان شاء الله حنوصي كده على التريكات ونشرح لكم الموضوع ده بشكل شويه مفصل. يصير الان البيشن جاب اكزيرشن ديزني ديزني يعني تو كلاسيفاي بروكسيمال نكتورنال ديزني وارثوبنيا. يو نيد تو نو ذا ديفينيشن حق البي ان دي وتعرف باثوجينيسيس. طب دكتور ليش لازم هذا سؤال الاختبار؟ سؤال يسال هذا السؤال يوجه يسال ليش عنده بروكسيمال نكتورنال ديزني وايش الديفينيشن وهاو تو اسك البيشن. تقول البيشن يقوم مخنوق عنده سفوكيشن. بيشن مخنوق يقوم من النوم مخنوق. ركز بينكم مرلوب واحد شاف وات ايفر باد دريمز يقوم المريض مرعوب لا يقوم مخنوق من النوم. بعد كده هيز لوكينج فور اير يقوم يفتح الشباك وياخذ نفس. بالعاده اذا البيشنت عنده بي ان دي هي ويل كف لانه الالفيولاي كلها متعبه بايه؟ بوتر بالفوليوم اوفرلود. ايش حيعمل؟ حيكح فحيقوم مخنوق ويكح عند الشباك. حيتعب الدكتور يقول مخنوق. اغلب البيشنت يقول لك ابغى هواء جبت يحطوا لي هواء ولا فتحت الشباك ايه ابغى اشرب هواء. هذا التيبيكال هيستوري حق البي ان دي ولازم ان انتوا اسك اباوت وافهم ايش الميكانيزم حقها. ليش البيشن يجيب باراكسيسمال نكتورنال ديزني؟ البيشن وات هي سليبينج ايش صار في الفينس ريتير؟ ازداد اوكي. طيب ما هو في الارثوبيا لما بينام بيسدد الفينس ريتير ايش يصير فيه؟ بيزداد ان هي ويل جت ديزنك. لكن البيشنت اللي عنده بي ان دي بيتمدد ان هي از نوت جيتنج ديزنك. ليه؟ لانه في البدايه اكزاكتلي في البدايه كانك انت قلت للهارت انا هحملك ليتر زياده. قلت ما عندك مشكله بالطاقه اللي عندي انا اتحمل لمده 4 ساعات. بعد 4 ساعات ايش حصير فيه؟ حاتعب. واكزاكتلي هذا اللي بيصير. بعد 4 ساعات القلب يتعب. الاذر ثيوريز بيقول جس البيشنت باد دريمز. اي شيء يشوف مثلا ايش اللي يصير لما واحد يشوف مثلا باد دريمز يقدر البيشنت يصير تاكيكارديك. مور تاكيكارديك. تاكيكارديك ترى الليمت معين والانكريز ذكاتك اوت. بعد الليمت ده ايش حتعمل؟ نو مور كومبنسيتوري ميكانيزم it won't even overload the heart. عشان كده من الكوزز حق الهارت فيلرز هايبر فيلرز. وفي واحدة من الكوزز از تاكيكارديا انديوس كارديوميوباثي اللي تعمل لنا هارت فيلر. بس فهمنا الفكره. الفينس ريتير نزلت صار عندي بي ان دي. طب ليه عندي اورثوبنيا؟ اورثوبنيا بيشنت از لاين فلات الفينس ريتير حق البيشنت ايه؟ ازداد. اللي مهم ولازم اعرفه اورثوبنيا وبي ان دي سمت مساحه منين؟ لا شباب ما احد يقول ابدا هارت فيلر. نقول ليفت سايد هارت فيلر. I'm not expecting انه البيشنت يكون عنده راس هارت فيلر الاقي عنده اورثوبنيا او بي ان دي. حلاقي ممكن عنده ديزني اللي عنده راس هارت فيلر. ليه؟ عشان عنده سام سيمتوم في ديكريس كارديك اوتبوت. اوكي واضحه؟ يعني من السيمتوم حق ديكريس كارديك اوتبوت اللي انا قلتها فتيك ممكن ديزني. زي اي بيشنت الاقي عنده فتيك وديزني. واضحه الفكره؟ مهمه ترى لا مهمه. لا لقيت من الهيستوري مثلا من الهيستوري قلت ارثوبني بي ان دي قال لك which تايب يقول لك which تايب اوف هارت فيلر. حتقول البيشنت ده هذه ارثوبني اند بي ان دي سيمبتومز اوف ليفت سايد هارت فيلر. بينما الرايت سايد هارت فيلر لو حيسالك عنه حيستنى الاكزامينشن حقك. وحنتكلم ده احنا الكلام ده بالتفصيل. اوكي؟ طيب بس نتاكد ان كل شيء طيب. هذه السيمبتومز قلنا والسانس حق الهارت فيلر في كده الثري مين سيمبتومز اي نيد تو منشن والكوزز. خليني اقول لكم الكوزز حق ال كوزز ديسيبليتي فاكتور. طيب خلينا نخلص الاثنين. خلينا نقول اللفت السابع طبعا في فاضل ثري عندنا 3 ساينز تبغانا 1 2 3. وين از جالو بيدن؟ جالو بيدن ايش الجالو بيدن؟ عندك اس 1 بلس اس 2 بلس اس 3 بلس تكيكارديا.
دكتور انا ما عرفت كيف اطلع قالوا لي حاجه اكزام بحيث عندنا اكزام لو سمع قالوا وانا ما طلعته بكل بساطه انا اقول لكم كيف حطلع قالوا لي حتشوف الهارت ريت حق البيشنت اول ما حتلاقيه اكثر من 100 حتقول ايه والكيس هارت فيل اللي قال جي في بي وسمتمز هارت فيل حتقول عنده قلب من غير ما تحط السماعه ليه يونيت تكاردي وكيف يقول لك الصوت تسمع ترب 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 ايش ما والله كم مره جت مطره صمت ولا معها لكن ما احد حيجذب في الموضوع لقيت تكاردي حط السماعه وانت مغمض عينك والبيشن حتى تقول له عنده قلب ريتم قول ذا بيشن از جالوينج يعني هذه من الالفاظ اللي يحب يستخدمها فصعبه تقول لك ايش السري السري يقول لك قال لك يا بيشن وحسألك ايش هو الاستري جس قشر بلاط في الفنتركل اجينس ستيب فنتركل هذا الاستري وفي حاجه دي اسفا بس ما ندخل في الديتيلز هذه ما حد عارف اسال لكن لقيت الكيس از هارت فيلير والبيشنت ركز لازم يكون ايه تاكي كاردك والبيشنت تاكي كاردك قول اي اف تي قلب لقيت 99 قول له كده في جست كان في قلب يعني لكن بالعاده خلي يقول هارت ريت اكثر من 100 عشان تكون كده في السيف سايد وفي يقول قلب لانه لو الهارت ريت اكثر من 100 حتسمع قلب حتسمع قلب اوكي طيب هذا التيك رقم واحد لقيت البيشنت تاكي كاردك نيو اكزامينيشن حتقول عنده قلب وات ايفر انت حطيت السماعه وسمعت اوكي طبعا قال لي اسمك في بانس ستوريك ميرور حاجه كده مغطي على كل شيء لانه بانس ستوريك ميرور والكفر ايفريثينج لكن والله لقيت ما سمع شيء اكزامينيشن حقك او ستوريك ميرور كده بسيط او ستوريك ميرور بسيط حتقول البيشنت قلب اوكي عنده قلب طيب غير قلب حلاقي برضو عندي ايه؟ البلس التيرس اللي قلنا عليه وفانكشنال ما تغيرش فانكشن ما تغيرش بالعاده يمكن ما تسمع شيء لكن ايش الفكره اللي تصير؟ هذا الليف فنتركل وهذا الايه؟ المات رايت فنتركل رايت اتريم ليف اتريم سوري وعندي هنا ايش؟ ليف فنتركل البلد حيتجمع هنا ايش اللي حيصير في الهاب؟ والدايركت فحسيت اني حسنا فانكشنال مايتر ريج يعني ايش فانكشنال؟ وانس يو تريد ذا هارت فيلير ايش حيصير في الريج؟ ديسابير ما عندي باثولوجيكال مايتر ريج ذات نيدز فالف ريبليسمنت طيب هذه كده اللي هي الساينس حق المين؟ حق اللي والله معلش انا طورت فيها لكنها مهمه اذا اكزام كويشن حيقول لك هذا ليفت ولا رايت سايد هارت فيلير كده خلصنا مين؟ الليفت سايد هارت فيلير طيب نبدا في مين؟ الرايت سايد هارت فيلير هذا عند الرايت فيلير طيب الرايت فيلير عندك السبير فيلير وعند مين؟ انفير فيلير نبدا نفس الترتيب اللي قلناه وعندي هنا عفوا هنا البلمون العربي نبدا الهارت في عندي باثولوجي في الهارت معنى كوزز حق الليفت هارت فيلير تختلف عن الرايت سايد هارت فيلير ما في بلد بيطلع من فين؟ ما في بلد بيطلع من فين؟ من الرايت هارت فيلير يعني كمية البلد اللي يروح للنانج ايش؟ قليلة طيب كمية بعد كده اللانج البلد يروح من اللانج لفين؟ بعد كده بلد حيروح من اللب لفين؟ ثرو ايش؟ البلموني فينس ممتاز طيب ومن البلموني فين حيروح لفين؟ على الفنتركل بعد كده حيطلع لفين؟ السيستم سيركوليشن اذا هنا كميه البلد قلت يعني كميه البلد اللي راحت للب ايه؟ قلت يعني كمية البلد اللي راحت الليف فنتركل ايه؟ قلت كمية البلد which pumped by the heart بيصير فيها؟ قلت يصير عندي سان سنتو في ايه؟ لو كارديو خلاص ما حكينا هي ثلاثة قلنا والهاند فيها ثلاثة في ثلاثة وما ننسى ممكن يجي معاها ايه؟ ديزني انفير بس يو نيد تو اندرستاند الكوست حق ديزني في الراس الهارتين
nothing affect the lung حق البيشنت just a decrease cardiac output. طبعا احنا نتكلم عن لسه الكوز اصلا حق الراس هذا خير سكور بالمناعه. هذا اول سيمتوم خلصنا. So I have a symptom of slow cardiac output. البلد صار انا عندي طبينه هذا السكيور من كاب انا عندي السكيور من كاب السكيور من كاب ايش يعطيك؟ بلاد من بدي خلينا نسال السكيور من كاب حلاقي فوق ايش الفين اللي فوق؟ سبير فينا كاب على فوق ليه جبر فينا كاب ليه سبير مش جبر فينا يجس عبارة إيش سبير فينا كاب الجبر ما أدري إيش سبير مع بعض عن الدنيا سبير فينا قاعد كلام على لسه طبعا الرأس شو يخدم بس والسبيرسيتي يجس سبير وسبير كل جبر فينا الجبر ينقسم من قسمين إنترنال الجبر وإكسترنال الجبر طبعا عشان برضو هم معهم سوي جي بي هذا something مو important crucial لازم تعرف كويس اكزاكتلي انت تختلف عن بروف طارق فيش عنده سيلولايتس حيسرق عليه الجي بي ما فيها كلام ديد يو اكزامن الجي بي بي وهو ليه في لانه فعلا ليه طلع الجي بي بي هذا واحد يعني هيز اكسلنت لانه ديفيكلت والله يعني مو اي واحد ترى يجيب الجي بي بي يبغى له براكتس والله ما هو مره ولا اثنين ولا ثلاثه وانا حاقول لكم كذا بس اصبر عشان الوقت لكن كذا بسرعه كان ماي اكزام اختارت على كيس اوف هارت فيلر سانساس تفهم كده ربنا يفتح عليك اللي قبلها اليوم تذاكر هارت فيلر يجي فين؟ هارت فيلر طبعا عشان ما اقول ليش اكذب عليك كنت تدافو واللي مدرب المنهج يا حبيبي كل يومين ثلاثه اجيب جي بي بي ما لقيت جي بي بي اروح اشوف المستشفى يدور جي بي بي ولا اي شيء ما في غير الدجي وسحبه ورطبت الاختبار انا ما اعرف ايش اعمل جي بي بي اروح سنه رابعه فسالوا في الهارت فيلر قلت قبل يوم بذاكر كل اللي سويته بس استفرغت اللي ذاكرته بيوم اعطته مية الحمد لله كويس اكسل ما شاء الله هم على النولج اللي شافوها دي حاسين انه اني حجيب جي في بي اكزام جي في بي طبعا ايش سويت؟ البيشنت كان عنده هارت فيلر فهو البيشنت هارت فيلر ودوبها داخل وبتقول ان لسه عندها ديزني وعنده شويه ارثوبيا بي ان دي الجي في بي ايش حيكون؟ اكيد 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 صح فقلت الجي في بي 7 سنتيمتر في الاكزام صح ما عرفت اطلع بس قلت مستحيل مستحيل ما إذا الجي إذا البيشنت أرثوبني هذا برضه تحطها ما حيكون عنده بي إن دي أرثوبني الحين إلا الجي بي إيه إلا في تحط السماعة تسمع بيز كريبتيشن لازم الجي بي يكون إليفيتد ما طلع إلا أنت غلطان والله أنت غلطان شوف أنا أذكر هذا ما أنسى في الإيراد يقول سيمتومز هارت فيلر أطول فين جي في ما في جي في إيش جيبوا لي يجيب شمال سدحت المريض والله ما كان يوصل نفسك من الرجول أخبط طخ طخ طلع ما في ما في ما جي في اخر شيء جبت ثلاث اصوات مشين اخر كذا كورس بسيط في الاخر اصوات حطيت ثلاث اصوات لقيت الجي بي قد كيف السند من كثر ما هو السند والله ما تشوف الا لو بيشن جلس يعني انت هنا تقول ما تحطه 45 درجه ولما الجي بي ما بقى يشتغل تروح تنزل المريض نزل نزل يصير الجي بي ايش فيه؟ حيبدا يطلع كل ما نزلت المريض 2000 سنتين حما يزداد الجي بي يطلع هذا هو جالس اوريدي هنا الجي فلما يتمدد يصير فيه جس كذا انجورج كل البلد فيزل ايه تكون انجورج فما ما تشوف الجي بي طبعا هذا بعد السيناريو يحبوه الكونسلتنت يقول لك لو ما شفت الجي بي ايش تسوي؟ يقول لك تشوف والمريض جالس هذا سؤال دكتور فلاتو بروف طارق منه طيب البراكتيكال سايد عشان انا حديكم الاشياء اللي هي المهم وقت البراكتس ان بيشنت مستحيل حتى الاشياء ليه؟ نحن ترى ما ندخل مرضى نعذبهم هذا في الاي ار ما فخوه ليزكس وادمتد واخذ ليزكس لما لين ما دخل فاكيد حيكون الجي في بي اقل من كده فيعني لا تحطوا شوي كده ست ما خلي المريض 45 درجه وحاول تطول للايه؟ للجي في بي ايه اللي شوف الجي في بي يعني قلت ايه؟ تعرف الحركات اللي حكيت الجي في بي هنا فين الدكتور؟ ايه هنا طيب اشتغل طبعا اروح اشتغل في اي مكان المهم خلاص وقت ايه؟ انا انفضحت تعرف انه ما تعال تعال هاو تو ديفرنشيت بين جي في بي اند كارتيد لما والله الجي بي بي طبعا حافظ اوبليتيتد كاروتيد نت اوبليتيتد اوكي اوبليتيتد ما اعرف كيف اعمل بلدريشن او يعني افتح يعني رابع يو وان اوبليتيتد انت حجي على النك جست كومبريسيف
هتنزل وكومبريسنج. رحت انا شامل قال لي كيف؟ احسيت بالغلط. لا 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 سوري. وقتها طيب اخذت صفر الميزانيه. ف والله وات ايفر عندك تدخل على اكزام انت مذاكر ومظبط كل شيء وحطط عليه والله على جي بي حرام. جي بي از امبورتنت مهم والاسئله حق الجي بي متكرر والله ما تخرج الاسئله معروفه. في عندك مشيت حق الامبورتنت كارد ينط لو في وقت كده على الاخير نشرح الحاجات حق الايه حق الجي بي الاناتومي حق مهم ايش اللي موجود عندك في الكارد تشيف والكلام هذا كله هذه كلها اسئله. بس انيها البلد حيجمع عندي في البلد حيجمع عندي في الرايت فنتركل وحيجمع في الرايت اتريال في السبيريور فينا كافا في الجابلر جمع في الانترنال جابلر فين والاكسترنال جابلر طبعا الجي بي بي ايش هو؟ انترنال جابلر هذا سؤال اورال انهلك من كثر ما يسألوا تيز انترنال جابلر طبعا بالله ليش عشان يصير وقت الكارت تشيف ايش الكونتنت حقه؟ الويفز حق الجي بي بي ما حيسألك عليه في الاكزام بس حيسألك لوس اوف اي ويف هتكون مع مين؟ مع الكالفيبريشن جاينت اي ويف هتكون مع مين؟ مع او كانون اي ويف كانون اي ويف مع الهاف بلوك موجوده كلها في الشيت فلا لا تعب نفسك موجوده كلها بس انها اسئله ولا تدخل الاكزام قبل ما يلاقي الامبارتنت كالفيبريج نوت سجست سمبلسيتي اذا قال لك عندي هاي جي بي اذا لقيت عندي هاي جي بي اللي بين جي بي ذيس انديكيت ويتش سايد هاف فيلير رايس هذا ينفير في الكاب والبلد حيتجمع حيروح من ينفير في الكاب فين؟ على الليفر يجسد ينفير في الكاب ينفير في الكاب يدخل الليفر صح في النهاية بيعطيك الهيباتيك فينس وبعد كده حيروح من هنا على البورت يعني الهيباتيك فينس بعد كده تروح من يمين البورت فعندنا ينفير في الكاب البلد عندنا حيتجمع حيتجمع على مين؟ على الليفر الليفر ايش بيصير فيه؟ لا لا على عندي ايش؟ بالبر طيب السؤال حق الدكتور سعد شهيد ايش الديفرنشال دايجنوزس حق بلسة تاي ايش الكوز حق البلسة تاي ليفر؟ دكتور شوف هذا السؤال لو جاوبته لسعد شهيد ترى ممكن يسدك ويديك يعني الله انت كيف تبغى سنساتس؟ بس لو عرفت السؤال الكوز حق البلسة تاي ليفر تراكس بدرجيج تراكس بدرجيج وفعلا انيشال الجي بي بي في something called اللي هو ايه؟ نحن في هيباتو جبل الريفلكس صح ولا لا؟ انك تضغط على الليفر في الانفير فينا كافا وانس انك بريس على الليفر حتزود البلاد اللي فين على الانفير فينا كافا حتزود البلاد على الفنتركل حتزود البلاد على مين؟ على السوبر فينا كافا فحيشيل جي بي سي في ايه؟ اليفيشن طبعا it has a precise definition you need to press for more than 15 second and you will see elevation of 1 centimeter persistent يعني بعد 15 ثانية لازم الجي بي يكون مستمر في الارتفاع لأكثر من 1 سنتيمتر. فالحين الديفينيشن حابب يتغير، ما قالوا إتز هيباتو إتز أبدومين جلوبال ريفلكس. لأنه ليش إذا الليفر إز كونجستد تضغط عليه إيش المدى تصير فيه؟ يتعب ويتألم. فيقول لك أضغط عليه على الأبدومين حق الليفر. إنيشال جي في بي لما ديسكفرت الفيرست كيس والجي في بي كان ديسكرايبت فيه الهيباتو جلوبال والأبدومين جلوبال ريفلكس إت واز تراكسبيد ريجيشن. وتكول بلستايل ليفر. من يعني الريجيج والسو سي دي سولفيشن حسيت انت في البلس ثابت طيب يصير في الرايت سايد اوف ثيري سو عندنا واحد هاي جي بي وعندي بعد اوليفر والجي بي بي بملحقاته الذاتيه انكلودنج الابل جيفر ريفلكس الديفينيشن حقه ليش حتعمله؟ It is a sensitive sign, sensitive and specific sign of heart failure, the abdominal jugular reflex. Okay? Right side. The right side heart failure. Exactly. The right side heart failure. طيب. هذه كده أنا شايف شيء ثاني بنسوي فيه. طبعا لو عملنا LFT للبيشن ده هتلاقي عنده ايه؟ Elevated LFTs. Elevated LFT. والعادي الكونجيشن يعمل لي كوليستريك. هذه الاشياء ممكن بس لازم تعرفها. طيب عندنا في الليفرز كونجستد البورت بريشر ايش يصير فيه؟ حيبدا يصير ايه؟ يزداد البورت بريشر وحيصير عندي حاسس ايه؟ اسايس
الفلويد يطلع من الكورتر فين يروح لفين على البروتين. فهذه مش عند برضه ايه اساس ان شاء الله بكره نشرحها بالتفصيل هذه الاساس. هلا عند البيش اسايتس. So you have ascites. هتلاقي عندك البورتر بريشر از اليفيتد. هتلاقي عندك كونجستد ليفر. ولو عملت الافتتاح هي كوري ستاتيك ايه؟ بريشر. طب لو البيشن ديفلوبس سيروزس ايش هنسميها؟ ليفر سيروزس. هنسميها كاردياك سيروزس. اوكي. طيب يو نيد تو اندرستاند ذا باثوفيسيولوجي واي ذا بيشن از هافينج اسايتس. لانه عندنا اساس بس نقسمه هاي بورتال بريشر ولو بورتال بريشر اكوردنج للساك. هنتكلم بعدين. فالكوز هنا زي انكريزنج ايه في البورتال بريشر. طيب في اذر ساينز سيمبتومز خلينا نتكلم ان شاء الله. انا حيكون عندي هاي جي بي، حيكون عندي بالبابولي ليفر، ممكن يكون بس تعرف هاي تراكست بالغير. حيكون عندي اسايتس طبعا عشان ديكريز كاردك اوتبوت للكدني. حيكون عندي ممكن لو ليب اديما عند البيشن. البيشن حالات عنده شورتنس اوف بريث. ايوه احط السماعه ايش اسمع في اللنك؟ لا هذا في الليفت. هذا اسمه سويسات اكريبت. هذا في الليفت. اني اقول البيشن عنده راسل اوف فيلير اسمه عنده بابيز اكريبتيشن. هذا الخطا اللي متوقع من الاخر. هذا هو يسمع منك هذا. وبعد كذا ايش الليفت سايد؟ ايش الرايت سايد؟ ايش الكوزز؟ وحندخل في 600 سؤال. ايفر اللنك شود بي كلير. اي بس ركز الله يخليكم. قصدي باللنك is clear يعني the heart is not contributing to anything للنك. لكن مثلا ممكن بيش يكون عنده pulmonary hypertension is causing right side heart failure. الكوز حق pulmonary hypertension is COPD. تحط السماعة مو من هنا كده تحطها تسمع ايش؟ crackles, wheeze و crepitations. بس this crackles و wheeze و crepitation is not related. Is not related لمين؟ للheart failure. The heart is not contributing to it. It is a COPD. اوكي وضحت الصوت فيصير شيء ده مهم. هحط السماعه ما حاسمع شيء. حلاقي بعد كده تكون بالساند الباقي، حلاقي عند البيشن اللو حق اللو كارديك اوتبوت، حلاقي عنده قلب ريذم، حلاقي عندي فانكشن تراكست ديجيشن. بس ما حلاقي عندي مين؟ بالسس التيرنس، ما حلاقي عندي عفوا بالسس التيرنس. ما حلاقي بالسس التيرنس. الباقي كله حيكون ده موجود. يصير من الهيستوري حقول عنده this is left side heart failure. من الاكزامينيشن حقول عنده right side heart failure. لقيت السيمتوم حق الليفت، لقيت السيمتوم حق الرايت، ممكن تقول في الاكزام it is declared as left right side heart failure. بس الكلمه المتعود يسمعها وانت حتكون في الكومفورتبل زون حقك والكومفورتبل زون حق الدكتور. لو قلت له عند البيشنت ايه؟ لا تقول له congestive heart failure، قول عنده باي فينتكولر failure. باي فينتكولر failure. لانه congestive heart failure it is either left side ولا right side failure. اوكي the both if the ventricle if the left ventricle is congested حديك السيمبتومز حق اللي انت فيه. if the right ventricle is congested will produce symptom حق اللي right ventricle. so الجواب حيكون by ventricular failure. هذا السؤال discussion بحد ذاته خلصناه وفصلنا فيه جمله وتفصيلا. بس انا اتاكد من كل شيء كده. ايوه الكوزز بسم الله هنقول الكوزز والبريسيبتيتنج فاكتور. عندي الكوز حق الرايت سايد هارت فيلير. هذا طبعا سؤال جدا مشهور. شوفوا يا شباب السيكريت في الاول اكزام تلهم مو كميه النولج اللي تقدم ابدا. جست هاو تو برودوس هاو تو بريزنت. انا اعطيكم مثال كان جاني في الاكزام اختار الاكزام اخترته كان اتري فيبريشن وسالني الدكتور واحد كان من التخصصي كان متجاهل قال لي ايش الكوز حق الاتري فيبريشن. والله انا ما اكذب عليكم ما كنت متذكر يمكن غير اربع ولا ثلاثه ومتاكد في الاكزام بعض الاكزام بيسوي زي واحد اثنين يبقى 10. طيب ف يعني تخبط بس ايش ما اعرف كيف اقول لك كذا الله فتح عليه هذه مرتين قلت في كارديا كوز ونان كارديا كوز. قال لي طيب اوكي الكارديا كوز طب معروفه فالفار ديزيز بيشنتس هابرتنس الكلام ده فقلت اثنين منهم قلت نان كارديا كوز. قلت له النان كارديا كوز اندوكراين كوز النان اندوكراين كوز كيف خلاص كافي هو ده ليش محسب انه في سكيم و16 حاجه هنا و13 حاجه بعد هو ايش الفكره؟ بس انه حسب انك اورجانيز
وفي سكين في راسك وانت حتجاوب بالضبط. هذا المهم ان الريسك ان يوميتك ما حتاخترا ما حتاخترا هذا بس في في ريفن اكزام وما عندك ريفن اكزام كل ام سي كيوز الا بس يمكن في ان اكتب واسكي لكن اذروايز لا يبغى تكون مرتب. فلما انا اكتب قدام والله ترى ايش يفهم هذا الذاكر واخذها ولخصها وبعد ما لخصها حرتب يعني في شيء هنا مو سمع كلمه في الراوند وقرا كلمه في البيت. هذا الابريشن ان احنا لا تبغى الابريشن اللي يجي عنده انه لو قدام هذا مرتب مذاكر ان هي حيعمل شيء مره كويس. طيب فحقول حق الراوند تقول الفرق حتقسم زي كذا اذا بريشر اوفر لود فوليوم اوفر لود مصلز الاريثمز المصل الاريثمي هذا حقوله برضه في مين؟ في اللفت سايد فين؟ ايش الاشياء اللي تعمل بريشر اوفر لود على على الراوند اللي الفالف اللي قدام ايش اسمه؟ بالموري فالف. فلو عندي بالموري ستينوزس مش بدي اتكلم ذا ثينج از بالموري هايبرتنشن بالموري ايه؟ هايبرتنشن. فبريشر اوفر لود عندك اثنين بالموري ستينوزس وبالموري هايبرتنشن. طبعا معلش خلونا نفصل هذا شوي ولا لما لما نخلص. طبعا الفوليوم اوفر لود ايش الاشياء اللي حتخلي الضغط يجي زياده على الايه؟ على الراد اللي اذا تناقصت بالجيج او من اي سي طيب فورس كريستي عشان انا حافظ. طب ايش حشوف الاكزام؟ اوكي ايش حشوف الاكزام؟ ايش هي النص كومون كوز اوف ليفت سايد سوري اوف رايت سايد هارت فيلير؟ از ليفت سايد هارت فيلير. عشان كده بالعاده اغلب البيشنت حتلاقي عندهم ايه؟ باي فينتيكولار فيلير. قديش يا دكتور كل مرض اللي حتشوفوه تقريبا فوق ال 95% عندهم باي فينتيكولار فيلير. از ذا بوث اوف ذا فينتيكولار start by left side heart failure, left side is failed, بعد كده صار ال pressure زاد, صار عندي pulmonary hypertension و patient صار عنده right side heart failure. يعني كيف معلش دكتور الباثوجينيسيس نتكلم بس كلمتين تسمع عن pulmonary hypertension. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ال pulmonary hypertension ال causes حقه تتقسم إلى خمسة أقسام. أول قسم هو الإيديوباثيك طبعا الموضوع فيه تفصيل وتيز لونج ليست اوف كلاسيفيكيشن حتى كده ده هو جدول موجود كان في ابديت برضه اكسر بس بالاختصار عشان احنا نستفيد عندي ايدي بثيك رقم 2 و 3 عنده كارديك بالمونري ثرومبو امبوليك ومسيمينس كوز مسيمينس كوز زي كان سيكل سيل انيميا وشيستوسوما ما عارف ايه والايدي بثيك كان داخل معاه برضه الاتش اي في وثلاثة. عشان بس نحن نفهم الهمن رقم 2 و 3 ليه؟ هذه 80% من الكوز إذا كارديك والبلوني كوز أوكي؟ 80% اللي هم كارديك والبلوني كوز يعني البيش لو جاني بلوني هايبرتنشن في الريسبيراتوري أول شيء بشي أعمل البلوني أعمل إيكو للبيشنت تو كونفيرم البلوني يعني مو تو كونفيرم الكونفيرميشن شيء ثاني بس يعمل إيكو عشان يشوف برضه في بلوني هايبرتنشن ولا لا ويشوف الكوز ويسأل الكارديولوجيست is the cause is left side heart failure ولا لا؟ والله يقول لك ايوه نعم صراحه اللي عنده left side heart failure واضح انه هو اللي عمل الكوز يقول لك لا في عنده مينيمال left side heart failure which should not produce pulmonary hypertension. على كل حال يصير البيشنت عنده pulmonary hypertension واحد من المين كوز ايه؟ heart failure. second cause is pulmonary disease. مين pulmonary disease؟ COPD bronchiectasis cystic fibrosis. ما حد يقول أزمة تعمل إيه؟ بالموني هايبرتنشن. لكن سي أو بي يعمل برونكياتيز يعمل انترستيشال لانج ديزيز يعمل. أوكي. طيب فلو البيش عنده أي واحد من دول ممكن بعد كده حالات عنده إيه؟ بالموني هايبرتنشن ولا عنده سام سيمبلز حق الرايت سايد إيه؟ هارت فيلير. طيب. أنا ما تكلمنا عن السيمبلز. طيب ممتاز. بالأبوية خلينا هنا سريع عشان ما نسحب بالموني هايبرتنشن. والخفيف الديفيدي ان شاء الله. طب ايش هي الثرومبو امبوليك؟ بيشن جون بلمونري امبوليزم دي في تي بي اي برضه جيم والميسيميس كوز ما بس نعرف بس الامبورتنت لاينز التريتمنت اي يوز تريت الكارديو فاسكولار تريت البلمونري ديزيز الايديوباثيك كوزز ممكن اعطي كالسيوم تشانل بلوكر اكوردنج للكاث لاب لان احنا نعمل بيشن قصه ونشوف نعطي له فاز دايركت تست هيز ريسبونسيف نعطي له كالسيوم تشانل بلوكر
not responsive يديله advanced treatment. والله صعب نتكلم عليه. لو الفصفة الاستريز الهيبيتورز والإندوثيمين والسيبتر انتاكوس كلام كبير ما هو بصراحة beyond the scope direction و beyond the scope of 60 من المسلمين. هذا مثل الأشياء اللي تعرفوها. فعندنا هنا ايه؟ pressure overload. قلنا pulmonary stenosis على البيدياتيك pulmonary hypertension اللي هتشوفوه في البراكتيكال سايد just either cardiac أغلب الظن هذا يبلغ 95% يمكن 5% تلاقوا مين هم pulmonary causes. وتلاقوا scattered cases اللي هم الإيديوباثيك thrombolytic. طيب كده نحن لو تكلمنا regarding الايه طيب مصر زي عندك الكارديومايوبثي مايوكارديتس ام اي والريثميز وتقرا كانت الريثميز اي تكيكاردي حسب تكيكاردي اندوسكاردي مايوبثي الريثميز الريثميز كله ممكن تعمل ليش رايت سايد هارت فيلر. ممتاز هذا واحد. طب ليش سايد هارت فيلر الكوز طبعا شباب الكوز نحاول انا ذيس از اكزامبل فور شور بريشر اوفرلود فوليوم اوفرلود مسلز والريتم هذول الاثنين اصلا اوريدي من ايه؟ اوريدي مع بعض. طيب ايش الكوز حق الايه؟ البريشر اوفرلود في البيشنت اللي عنده ليفت سايد هارت فيلير واحد ركز مع بعض هنا قلنا بنوني هايبرتنشن هنا ايش حيكون؟ سيستميك هايبرتنشن. طيب فعندنا واحد ايه؟ سيستميك هايبرتنشن. طيب بعد كده هنا قلنا اللي مقفل مين؟ بالمونري فالف. هنا حنلاقي مين؟ اورتيك فالف. سيستميك هايبرتنشن اورتيك ستينوزس. طيب غير كده ممكن او كوارتيكيشن اوف اورتا وات ايفر سمثينج از بلوكينج ايش؟ هوكم كوارتيكيشن اوف اورتا هذه كلها هتعملها بريشر اوفر لود ممكن تعملها في السايد هارت فيلير. فوليوم اوفر لود زي مين؟ في اس دي او ايش؟ اي ار. في الاورتيك غيرش البلد يرجع لمين؟ او ام ار. ما تدري مصر زو أرثنيا تكلم عليه. طيب بس عشان هين ما نضيع مع بعض الواحد ينك ينك بيش جاك هاتفيل يعني واحد اللي تعبه 40 أقل من 50 وعنده إيش هاتفيل الديفرنشال ديجنوز حقك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما سيت تكتبوا لما هي موجودة والله لو هيستوري حاجة غير قليل يعني قال والله دكتور وانت بتاخذ الهيستوري بيجروا ام اي انا جيت الدكتور قبل كده ايه مره رحت اتنومت لان انا مركز حق القلب وجاني الام في الصدر وعملوا لي قسطره والقسطره عندي امراض في الشريان مرات في الشرايين والكلام هذا او سو البيش عنده فاسكولار هارت ديزيز موست لايكلي في اليانج بيشن يقول مش ذا كوز حق الفاسكولاتس هنتكلم عليها في الدي في تي. الكوز حق الدي في تي حتقول هنا في الهارت. اوكي؟ فهذه واحدة. باي هيستوري بيشنت ما قال لك ايش هنا. الديفينيشن ديجنوز حقها حيكون واحد من اربعة. واحد من اربعة. والديجنوز بدون ايكو بالسماعة تجي. ديجنوز بايش؟ بالسماعة. طيب انت عملت اكزاميشن للمريض. طيب وبعد كده حيكون عندك الديفينيشن واحدة. اذا مايوكاردايتس كارديومايوبثي بين قوسين مصلاكي دايلت كارديومايوبثي والكوز حق الكارديومايوبثي كثيره لكن اللي تهمه ثلاثه في الانتيشن اذا ايديوباثيك اثنين الكحول ثلاثه دراج الدراج اكثر واحد منهم من ايش هي؟ انفيتامين اللي هي اللجن الابيض. طيب فيصير عندنا قلنا واحد ايش؟ مايوكارديتس كارديومايوبثي رقم ثلاثة روماتيك هارت ديزيز. جاته هو صغير أكثر من مرة يروح راجع المستشفى فعنده روماتيك هارت ديزيز. رقم أربعة اسمه بروكن هارت سيندروم أو تكتيوب تكتيوب تكت تكت تكتسيوم هو هارت فيلر أو يقول بروكن هارت سيندروم بروكن هارت سيندروم بالعادة يجي السيناريو واحد يقول لك والله إيش اللي صار؟ كان عنده فلوس كان عنده فلوس في الاسهم وبعد كده خسرها كلها والراجل فعلا جاب هارت فيلر منين؟ من بعد ما خسر كل فلوسه. او تلاقي في سيناريوهات محزنه واحد مسكين عامل
مدين كفيل ما دفع فلوسه وبعد كذا راح طرده من العمل وجاء واحد سرق إقامته وخلص هذا مش حاجة دمرت بعد كذا فعل يجيب إيه هارت فيل أو حتى اسمه إيه هارت بالونينج سيندروم أقول بروكن هارت سيندروم بس يحبوها إيه تكتسيو طيب هذا ديفينيشن حقنا خان ديليتد كارديومايوباثي البيشنت عنده تكتسيو كارديومايوباثي روماتيك هارت ديزيز مايوكارديتس وعندي ايش اذا كانت اذا ام اي كان عندها هيستوري اي نيد تو ثينك اباوت فاسكولايتس سو يو كان كوكن حنتكلم ان شاء الله هذا التفصيل في ام اي ام اي في واحد ديليتد بيشنت الديليتد كارديومايوباثي التكتسيو والروماتيك هارت ديزيز ايش حيكون في الهارت اللاج مايوكارديتس از ان اكيوت بروسيس يعني ايش اللي صار؟ جاله فايرال انفكشن صار انفلاميشن في المايوكارديوم وصار عندي هارت فيلر فحلاقي الهارت از نوت دايليتد يعني باي اكزامينيشن ما حلاقي الابكس بيت حقه ما حلاقي ديسبيس فلما الاقي ديسبيس ابكس بيت باي اكزامينيشن هذا ايه؟ ما هي مايوكارديتس فضل ثلاثة من الديفينيشن روماتيك هارت ديزيز هتحط السمارس مع طلب انغام دايستوليك على سيستوليك ميرمر على كل الميرمز اللي في الدم هذا في الروماتيك هارت ديزيز الديليتد كارديومايوباثي ما حد يسمع ميرمر ولا سيماتيك سيستوليك ميرمر فانكشنال ميرمر لكن احنا بنسمع دايستوليك سيستوليك ميرمر في مين في الروماتيك هارت ديزيز التكتسيو باي دايستوليك والام اي باي دايستوليك سو جاست سماع وبالبيشن وهيستوري يو ويل جيت يور دايجنوس ترى الكلام ذا التجميعه شوف ما لي خبره في الطب كثير بس يعني هي كل السنتين هذه اللي الله كرمني فيها ما في حياتي كلها ما شفت كان شيء خلال الديفرنشال دايجنوس ذا ان يونغ بيشنت حتى اذكر واحد كنا كان في برزنتيشن في المدينه مدينه مكتب الطبيه اللي شغال فيه فجاء حطوا واحد يونغ بيشنت وجايب ايه بهارت فيل فالبريزنتر ايش الديفرنشال؟ ثلاثة او واحد اثنين ثلاثة هذه الاعداد الاربعة ايش الديفرنشال؟ خلص الاكزامينيشن والله قلت لجنبي مستحيل هذا دايليتد كارديومايوباثي باي اكزامينيشن بس يو نيد تو تعرفه من غير ايكو انا لا عملنا ايكو ولا عملنا شيء هذا الديفرنشال ذيس از ابروتش انا اذكر كان عندي واحد كارديولوجيست باي اكس راي اوسكلتيشن يجيب ليش الدايجنوسس كان مثلا اديكم واحد هذه برضه ديفرنشال كذا خذوها ليكم الزمن تنفعكم فيه لقيت لارج هارت في الشيست سيل ديفرنشال دايجنوس ثلاثة موست لايكلي موست لايكلي ما اقول لكم هو بس موست لايكلي كارديومايوباثي اذا تفكرون هنا في حاجه مهمه يحبوا يسالوها اجانب الناس حاجه كارديومايوباثي روماتيك هارت ديزيز وش الثالث؟ لا بريكارد ديفيوجن طبعا حتى الباقيين كلهم اللي قلناها في الديفرنشال صح تكتسيوب وال كل اللي يعني قلناها غير التكتسيوب ومين قلنا الثالث؟ ال الباقي بس في هو اداه الثري ديفرنشال تحط السماعه لقيت ديستنت هارت ساوند هذه ايه؟ ما سمعت هارت ساوند او اتس فيري ديستنت هذه بالكارد سمعت اوت اوف ميرمز هذا ايش حتكون؟ روماتيك هارت ما سمعت حاجه هذه حتكون ايه؟ كارد بس لنا كاتب الديفرنشال ايش هذا الديفرنشال اللي تنسوه هنا اللهم صل على محمد كذا تكلمنا على الرايت كوزز ايه الريفنس هذه مهمه شباب لا هذه مهمه لا معلش مين موجوده في الشيت وانا نسيتها ومهمه اوكي بريجنسي واحده جات بهارت فيلير وهي دو بوست بارتم ايش الديفرنشال رقم واحد تحطه في بالك اكتبه جواب بوست بارتم كارديومايوباثي بوست بارتم كارديومايوباثي طيب ممتاز بعد الولادة يجي حاجة بوست بارتم قديش البوست بارتم قديش الفترة حق البوست بارتم كم اسبوع 40 يوم 40 حريمة 40 فين البوست بارتم قديش ال 6 ويكس بوست بارتم ولا 6 ويكس لا تقول لهم 40 تقول هي هو 40 ساعة بس ما تقول لهم 40
إيه تقول 6 ويكس بوست بارتم أنت 6 ويكس حتى إيفن الإكلامز والإكلامزي ويكسبكتد حتى تكون في الإيه؟ في السكس ويك. طيب فالبوست بارتم كارديوميوباثي ممكن أنت 6 ويك بعد الإيش؟ بعد الدليفري. هذا هو السؤال اللي لو اختلط على هارت فيلر والبيشنز بريجننت واحد من الديفرنشال دايروز حق الكارديوميوباثي تزودها عفوا إز إذا البيشنز بريجننت بوست بارتم كارديوميوباثي. طب دكتور البيشنز ما هي بريجننت وأنا اختلطت على فيميل بيشنز أقول لهم لو البيشنت بريجنت I need to think about a postpartum cardiomyopathy. لا تخلي الإكزامينر يعني في الإكزام كأنه تعرف واحد شفت الألعاب هذه اللي تلفق فيها وبعد كده يتحرك أنت زيه كل واحد يلفقت وتتكلم تتكلم تتكلم ما تسكت أنت هتسكت هو حيسكت حيقعد يفكر إذا الإكزامينر وصل thinking process you are in danger ما يوصل لك أنت تتكلم تتكلم هو بعد كده إيه حبدأ هذا في عنده معلومات قاعد يقول قاعد يقول حيوقف حيروح النقطة اللي بعدها أهم شيء إنه ما يفكر بعمق لأنه لو يبدأ يفكر بعمق حيقول ينبش ويطلع كده حاجة لا ما يوصل جس خذ اللي عنده في الكورتكس لا يبدأ يخش على الديب كده حيكون من جد والله لا يبدأ يفكر كده لأنه حيبدأ يدور والله من عارف إيه ويبدأ يقلب السيناريو طب لو ما عنده طب لو عنده طب لو أخوه كان عنده كده طب ويبدأ يفهم إيه في الأفلام هذه كلها طيب كده خلصنا كوز بريسيبتيتنج فاكتور اللي هي كلمة فيلير موجودة عند البروفيشن بس أبغى أقولها بسرعة هي فور توكيب إنديكيشن الإي أريثميز الأنيميا الآي إنفكشن وإسكيميا وإنفاكشن بعد كده عندنا الإي اللي هو اللايف ستايل واليو الأب ريجوليشن مش بس الأب ريجوليشن فيس هايبر ثيرويد أو بريجننت وبعد كده عندنا الإي برمودي ريبوليزم طيب ممتاز كده كده نفصل طيب سامحونا كده عشان مش باخد راحتي صح بسم الله البيشنت دحين الله يسامحه جاك الإكزام أخذت كيس هارت فيلر أنت إيش عملت؟ أخذت السيمتومز والسانس حق مين؟ حق الهارت فيلر وعملت ريفيو سيستم لمين الكارديوفاسكولار سيستم هو يبغى يسمع منك حاجة قبل ما تعمل ريفيو سيستم بريسيبتيتنج فاكتور يعني أخذت ساينس سيمتومز ريسك فاكتورز وبعد كده حأدخل على إيه؟ على البريسيبتيتنج فاكتور إيش هي البريسيبتيتنج فاكتورز اللي قلناها؟ يو نيد تو منشن No, 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 no. The patient one, his compliance to his medication. لازم تكتبه. His compliance to his medication. لازم تكتب. إن المريض no fever, patient. No chest pain. هذه كلها مهمة في الإيه. في طب دكتور أنا already ماشي لا تعيده. ولازم تحطه الحين طب. تحطه كده مرتبة معه. عشان ليه في الإكزام لا تدش قاعد تقول. خلاص. وقتها فيهم هذا قاعد يتكلم على إيه. على risk factor تكلم على إيه على heart failure. فيصير ال expected إنه حيسألك على precipitating factor حق الهارت فيلر حتى بعد ما خلص ولا إيش هي precipitating factor despite you mentioned ممكن يسألك عليه فمهم ولازم أنا أعرف أنا أحطه في السيرة حقي هذا أحطه في history of presenting illness after just عملت اللي كده review أخذت ال chief complaint عملت له شوية analysis عملت بعد كده بعد ما عملت chief complaint analysis حدث you go through the risk factor أتكلم عليها قدام شوية بعد كده need to go precipitating factor بعد كده اعمل ريفيو حق السيستمز كامل بقى هذا كله بس الهيستوري بريزنتنج انا بس بالريفيو سيستم اللي فوق حق الكارديوفاسكولار يعني طلعت حق الكارديوفاسكولار سيستم فوق طيب في حاجه اسمها كارديك ازمه و respiratory asthma and we need to differentiate about it وهذا برضو محط سؤال سألكم فيه برضو برفع عمودي وغيره من الكورسات تسألوه كيف أحيانا أنت في الإكزامينيشن حقك تلاقي من السفاد بعض المرضى يو إكزامين هم يو ويل فايند ويز هارت فيلر عنده إيش؟ وعنده ويز وتصير يعني أتوقع عندي واحد من الكورسات كنت من الجامعة وهي أدمت البيشنت شافوا في كلينك أنا أدمت لهم إذا كيس أوف إيه؟ أزمة طبعا فكنت في التيم جاهز كيس اكزامين البيشنت عمل اكزامينشن كلاكينج البيكتشرز واز ايه هارت فيلر طب بس عشان الصوره يعني توضح طبعا عشان هو غلط وانا جبتها صح هو انا فنان والمبدع انا جبت هارت فيلر واحسن اساس اجيب هارت فيلر لكن في الكلينك تكون اوفر لود عشان ما تكون صغير كلينك عندك 18 مريض تبغى تشوفهم ايه بسرعه فحتى احسن واحد في العالم ممكن ايه يغلط وكل ممكن يغلط مين ما ايش ما يغلط وبعدين ممكن يشوف خمس دقائق راح على نص ساعه
فعيب علي لو اني ما طلعت ليه هارت فيلر. فالبيشن كان ايه هارت فيلر. طبعا لما جاء شافني والله صح اذا هارت فيلر. فالهارت فيلر كان ميمك ازمه. بس ايش الاشياء اللي كذا تلعب في مخك من اول ما تشوف المريض تكش ما معقول فعلا لما جاء حيث اول شيء ما يلعب في مخك لما تقول هذه هارت فيلر ايش رقم واحد؟ لا العمر واحد عمره 60 سنه وعندك ازمه. طب هي لو كان عندك ازمه كانت تيجي من اول يجي في صحه اسمها كذا ادلت او ليت اونست ازمه تيجي في في ابف 15 اولد وابف 16 اولد ممكن لكن كومن از كومن. فالايج الايرلي حفكر في مين؟ زهاد فيلر. يانك افكر في ازمه. بريسبتيتنج فاكتور والله بقول لك ترى ما في احد في العالم ترى ما يتحسس ترى من الغبار والعطور. اي واحد جيب كذا كلون مخفف يطخ ايش حيقول لك؟ والله ما احب الثقيل جيب خفيف ما انا عارفه. فحيقول لك يمكن انا ايه هو السؤال لا لما تشم البخور او العطر تنكتم وتجيك كحه مو تقول تتحسس يكون انت السؤال كلمه حساس. حتى احمر مره اقول له عندك حساسيه؟ ايوه عندي حساسيه. ايش الحساسيه عندك؟ يقول لما مثلا اكل اكل حار بطني توجعني هذا جيت. بس هو الكونسيبت كذا الكونسيبت اللي سبب انه بيتحسس للاكل. في نيد تو اكسبلين تو ذا بيشنت لازم تكون واضح معه. ما تقول له تتحسس قول له عندك حساسيه من الغبار والبخور قال لك ايوه. قول لما تشمه تنكتم وتجيك كحه قال لك ايوه ذيس از ريليتد للازمه. والبيشنت كمان حق الازمه حيكون بتفيد اتاكس نورمال بين الاتاك خلاص غير كذا الحمد لله طبيعي ما يشتكي من حاجه. بمجرد يشم البخور يشم العطر ولا يكون في مثلا انيمالز كاتس ولا شيء يبدا يجي عنده ليش؟ اساس السيمبتومز. لكن هذا الهارت فيلر ايش البريسبتيتنج فاكتور حقه؟ اللي قلناه الفيلر او سليب وقت النايت بالعاده اكثر. طبعا السيمبتومز حق الازمه تزداد في النايت، الازمه سيمبتومز تجي في النايت اكثر مو زي السي او بي الصراحه. لكن ولما يقول لك اكثر في النايت ولما ينام يجي له بي ان دي ويجست الى بريف هيستوري مور اند مور حتلاقي ذيس ايش؟ هارت فيلر. تعمل اكزامينشن تبع الجي بي بيز ليفيتد خلاص هذا ايه هارت فيلر. تعمل اكس ريز لازم بدون ايكو تلاقي الكونجستد قدامك ايش حتكون؟ هارت فيلر فور شور تو بي ايش هارت فيلر. فيصير كذا البيزك مفهوم كيف افرق بين كارديك ازما سبيرتال ازما هيستوري اكزامينشن بوث ويل هاف ويز بوث ويل هاف ايش ويز. طيب الانفستيجيشن طبعا حنديكم كذا سيناريو وصور بس لازم تفهموها على اساسها ايش يعني المريض لما يجينا في الطوارئ وايش يعني لما يجينا في العياده. هارت فيلر كيس كان بريزنت ايذر يجيك على الكلينك او يجيك على ايه؟ على الاي ار. ناخذ حق الكلينك كذا ببساطه. واحد يجي على الكلينك يشتكي من ديزني والله انت عملت له انفستيجيشن يو الى بريك مور اوف ذا هيستوري ان يو جست الله فتح عليك ان يو ديسكفرت ذيس واز هارت فيلر كيس. غير واحد جاك على فين؟ على الطوارئ. نفترض انه نفس المريض حق الهارت فيلير جاك على الكلينيك وجاك على الطوارئ ايش البرزنتيشن حق كل واحد؟ اللي جاك على الكلينيك يمكن جاست هي ستارت تو هاف هارت فيلير وعنده بس اكزيرشن ديزني ولا ديزني وجاي يشتكي نو بريسبتيتنج فاكتور عنده كرونيك كونديشن وبيشتكي منه. يعني نقول كده بين قوسين كلمه مهمه كومبنسيتنج هارت فيلير. ايش الكلمه؟ كومبنسيتنج هارت فيلير. لكن اللي جينا على الاي ار ما في بيشنت يجي على الاي ار ويشتكي من ديزني واقول له انت كومبنسيتنج هارت فيلر. لازم اقول الكلمه التاليه از ان اكيوت دي كومبنسيتنج هارت فيلر. مثال قبل امس كنت انقل جت بيشنت اشتكى من راش تيبيكال بنسلز وسط الراش فقعدت على الريفيو سيستم سريع تقول كمان عنده ايه كف اشتكى من كحه وبلغم وتقول عنده كمان ايه ربو عمرها 90 سنة وتقول عندها ايه؟ رب، والله لو اني اشرب مخدرات مع صديقي. 90 سنة رب ما يفهم. اكزامينيشن في بيزك ريبيتيشن، جي بي بي از ايه؟ اليفيتد. طيب السؤال الحين انت حتكلم الكونسبت اللي معك، كلمت على ديسيل زوستر والبيشن عنده ايه؟ عنده هارت فيلير. حقول له ذيس بيشن عنده اكيوت هارت فيلير ولا عنده كرونيك هارت فيلير؟ اللي يقول كرونيك فاكتور شفته وين في شفت المريض شفته في الاي ار كان يشتكي من بهيك
بعد كده باي اكزاميشن في كده راش لقيتها موجوده في الماندبلر ريجن ري اكتيفيشن بالسيل سيستم تريت باي سابلمنت ممكن تحط مع ستيرويد كونترفيرشن. ايش اللي هقول كرونيك هارت فيلر يرفع ايده. ممتاز. اللي هقول اكيوت هارت فيلر يرفع ايده. والباقي انا اعمل نفسك ميت صح. ممتاز. لا البيشن جت تشتكي من كف ولا جت تشتكي من ديزني؟ لا سوف يسخرن بس انت لو تعمل اشياء كده بقول لا دائما اعمل ريفيو سيستم حتى لو ما كان ريليفنت حتى لو ما كان ريليفنت في الكيس بس اعمل اقل اوقف الايمان بسرعه كده ايش ريفيو سيستم عشان كده لما قريت الكونسلتنت بيس كومبنسيتد هاف فيل وش كمان عندها فرسل له السراش سو مانجمنت اللي احنا بنعمل للبيشنت ايه واحد والتزم بيرسل زوستر وفولو اب تكنيك بس ابغى الفكره اوصلها بيها كومبنسيتد هارت فيلير ما يشتكي من سيمتومز الا جست كرونيك سيمتومز مثلا اكيوت سيمتوم ان كان فولو اب تكنيك اكيوت دي كومبنسيتنج هارت فيلير هذا تيبيكال سيناريو يجي البيشنت ديزنيك ان سيفير شورت سبريث والله تلاقي المريض جالس كده ما يقدر ايش يتسدع كده تعبان هذا ايش عنده اكيوت decompensating heart failure. طيب ممتاز. البيش ده لازم تلقى انت precipitating factor. You need to look for precipitating factor. يعني انت الان as a medical resident well, as a student لما تروح للحالة دي الكونسلتنت يبغى يعرف شيء واحد او انت عشان تبغى تعالج المريض في شيء واحد مهم الان in the acute setting ولا في inpatient admission you need to know it. هو precipitating factor. لان you need to release it and delete it. بعد كده نتعامل مع مين؟ مع الهارت فيلر. والا ايش اللي انا اعمل في مانجمنت اوف هارت فيلر في الاكيوت سيتنج؟ اول تريك الجست وريليز البريسبتيتنج فاكتور تعمل سيمتوماتيك تريتمنت بعد كده امبروف الكارديك فانكشن وتشغل البيشنت. وفولو اب في الكلينك بعد كده احتمال اجست الميديكيشن هتقدر تزود البيتا بلوكر لما توصل الماكسيموم دوز وتزود الكابتوبريل اللي هو الايس انهبيتور لما توصل الماكسيموم دوز بعد كده نشوف الاذر ايش موداليتي اوف تريتمنت. وبالله فكرهم سؤال دكتور سامي بحث في الايش في موداليتي اوف تريتمنت. طيب بيشنت جاي من ER البيشنت مخنوق تماما جالس ايش حقول عنده ايه اكيوت دي كومبنسيتنج هارت فيلر الهارت فيلر كان كومبنسيتنج جاء شيء البيشنت صار عنده ايش اكيوت دي كومبنسيشن نركز الانفستيجيشن توتالي ديفرنس بين الكرونيك والاكيوت على سبيل المثال غلط في الاكزام حقي لما كنت سادس قلت لله انا هعمل انفستيجيشن في الاي ار ايكو هاعمل لهارت فيلر ايكو في المستشفيات اللي هي شويه كده نظيفه ما فيهاش تخصصي يجي يعمل ايكو اي واحد يبغى هارت فيلر لازم يعمل ايكو اوكي وادمتد اندر كارديولوجي لكن هنا هقول لك وات از ذا ارجنسي ايكو لازم اعمل ايكو قصده في الان في الاي ار اكلم الانكول لا تعال اعمل لي ايكو للبيشنت لا في الاكيوت سيتنج ما اعمل ايكو اللس هذا السؤال متى تعمل ايكو في الاكيوت سيتنج في حاله واحده كارديك كومبوننت بعدين نخصص فيها الفلويد بس كاردك تامبونات لو كان في الاكيوت سيتنج يعني انا هقول الانفستيجيشنز حقي اند اي ويل ميشن ايه ايكو طب نبدا الانفستيجيشن نقسم نقول في عندي لاب عندي ايميجنج وعندي اي سي ايش اللابز اللي اطلبها حط البيشنت شوف كل شيء حنقوله لازم نيد تو جاستيفايد واحد هطلب سي بي سي يو ان اي كاردك انزايم بي ام بي وثيرويد فانكشن تيست الخمسه هذه واحد ليش حطوا سي بي سي سؤال ايش تشوف السي بي سي ايه ليش هم طب ايش عنده عنده انيميا لا لان الانيميا هذا بريسيتيتنج فاكتور فيلير ايه انيميا وارثمز سو انا حاط سي بي سي صح حاط شوفوا هذا عشان اكون معكم هذا الجزء حسي هو حطوا بسي بي سي حول الفلش 100% هذا اللي حصل ليش كمان حطوا بسي بي سي غير هيموجن ليش؟ لان الانفكشن بريسبتيتنج فاكتور فيصير هيومن ليكوسيتوزس يعني الاخر انا لما اطول في السي بي سي اطول في حاجتين اطول في الوايت بلاد سيلز واطول في الهيموجلوبين وانا عارف ايش بطول فيه ترى شبه ده نفس الشيء لما انا اخذ هيستوري ما اسال اسئله عبثا اعمل عارف انا كل سؤال ايش بساله واخر شيء اعمل ريفيو سيستم اوكي طيب فطلب سي بي سي يو ان اي ليش اقول يو ان اي؟ ها؟
هو انا متاكد ان هطلب يو ان اي فور رينا فانكشن رينا فيلير بس ثاني فاكتور هذا هو اثنين ممتاز ممكن كارديو رينا سندروم وتحط زودوها هذه ما تقول الاوجيشن فراكشن بس 15% هو فور تايبس اسمه لازم هو نعرف انه كارديو رينا سندروم ما تكون الا لو كان اوجيشن فراكشن اقل من 15% واحد يجيك كورس راح معلش دكتور انا ايش حاطلب لك يو ان اي تبع كورس عشان اعرف انه عنده كارديو رينا سندروم ايش السبب ايش حتسوي بالمريض وانا ما استفدت في كارديو رينا سندروم أنا أقول لو أنا جيت الكرياتين المزادة مش عنده سي كي دي هتزود البيزكس دوز قاعد على سبيل المثال واحد ليزكس نايف نايف يعني ما عمره أخذ إحنا حتى نقول كده ليزكس فيجن ما عمره أخذ ليزكس حاجة أديه بس 20 ملي جرام حاطلع لك حبيبي 2-3 وأنت مرتاح والله في مريض هنا طبعا الجامعة تشوف العجب دفيته 160 ملي جرام عشان كذا 160 ملي جرام يعني 44 طق 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 خد طلع لي كم 30 مفروض عنده بيشنت سيكيدي عنده سيلينز هذا ما فيها كلام لازم سنت ريسبوندينج ما البيشنت نوت باسنج يورين بعد كده ايش هتعمل جايز البيشنت ده يبغى له ايه يبغى له غسل عشان تريت الفوليوم اوفرلود عندكم التركات الاسهل تسويها في الايش في الاي ار فيصير عندي واحد سي دي سي اف ليه يوم الان واحد شايف از رينال كوز هو اللي عامل البريسيبتيتنج فاكتور لان البيشنت تركيز نزلت كليرنج لل زنت باسنج اليورين البيشنت فهي فوليوم اوفرلودد الفوليوم اوفرلود على الهارت بوشت تو هارت فيلير وعشان الليزكس مش هذا كلام مو مكتوب في شيء بس اكتبه سير عرفت ليش وي ار لوكينج فور سي بي سي ليه وي ار لوكينج فور يو ان اي طيب بعد كده طلبنا كاردك انزيم تروبونين ليه از بريسيبتيتنج فاكتور طيب بعد كده ايش طلبنا برو بي ان بي او بي ان بي بالعاده ما حروح ديتيلز معاكم ليه لانه ما موجود في الجامعه مع انه في سيمبل تشيبست نحن عندنا ماشين في الاو ار تكلف مليون ريال وما بيشتغل بي ان بي ما انت فاهم الاداره كيف تفكر في ليبيز بس ما في اميليز يا اخي ايش معنى طيب كنت والله كنت ب 10 تيجي بعد حق ليش البي ان بي ما موجود عندنا كل المستشفيات روح على مستشفى خاصه حتلاقوا عندهم البي ان بي البي ان بي ايش الفكره حقه عندي الرايت اكريم وانسى الرايت اكريم از السنتر هي ويل بروديوس هرمون الهرمون هذا اللي هو الاثيرال نيتريك بيبتايد از دايريتك معلش المعلومات هذه مهمه نعرف ثلاث معلومات من فين جاء البي ان بي من الاثيرال اولاده من الاثيرال من الفنتر من الفنتر من الوول حق الفنتر لما يصير ستريتشنج يطلع بعد كده عندي الاثيرال نيتريك بيبتايد ايش الفانكشن حقه دايريسس مهمه الفانكشن حقه ايه دايريسس لو لقيته اقل من 50 انا اكسكلودنج انه اقل من 5 اقل من 100 عفوا أقل من 100 إذا يا رب ما تخانق الذاكرة بس أكرر من دبل شفت إذا أقل من 100 this patient most likely the cause of his dyspnea in acute setting نطلب فين في الأكيوت مو في العيادة في الإي آر is not a heart failure you need to look for other causes أكثر من 400 most likely ال cause حق الدسنيا حقه is heart failure بس هل ممكن يكون معها other causes ممكن هل ممكن ما يكون heart failure ممكن لكن لو اكثر من 400 موست لايك لكن لو اقل من 100 ممكن تحلف اذا ما تعرف وضحت هذا البي ان بي تي اف تي اللي نطلبه الجايد لاينز تقول ان اني بيشنت نيولي دايجنوز هارت فيلر يعني اول مره جه الطوارئ الاكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلر ولا اي دايجنوز هيم وذ هارت فيلر لازم اطلب ايه تي اف تي ما اعيدها كل مره اول مره بس جت قلت له تي اف تي بعد كده ما اعيدها الليس انديكيت يعني والله لقيت عنده بعد كده سنه ستاكيكارديا بدل بيش جال ويت لوس وسويتك في حاسمة كارديك كان شخصية صح بس اي نيد توكسكلود هايبرثيرميز لان واحد من البيسك واحد من الاشياء من البيسك تيرنج فاكتورز ايه؟ غير كده بصراحه مو عشان كده طلبناه في حاسمة تكي كارديا نيوز كارديوميوباثي انه البيش يكون عنده كرونيك هايبرثيرويد هو اللي تعمل المشكله طيب كده خلصنا اللاب انفستيجيشن اي سي جي واي اي سي جي For two causes. MI. واحد اثنين. Arrhythmics. إيش الأرثمي لو أشوفه الموسكو؟ Atrial fibrillation. أحسن. Imaging. إيش هعمل؟ Chest X-ray. سؤال. إيش الفاينينغ في Chest X-ray؟ والله إذا بقول لكم أنا سؤال هذا جاء Chest X-ray. جاهم في الإنactive hospital. جاء Chest X-ray. حق heart failure. إيش الفاينينغ اللي حنشوفه وأنا حقول لكم إيش تكتب في الإجزام؟ والله جيت مرتين في تقريبا سنتين او ثلاث سنوات اخر ثلاث سنوات جيت مرتين انا
الفاينل حق الشيست اكس راي في الهارت فيلر. طبعا اي سي جي هذا 100% حيجي ان شاء الله الحين في وقت باذن الله نبدا ان شاء الله المفروض. اوكي انا خمس دقائق لازم اخلص. يلا ايش الفاينل حق الاي سي جي قلنا ام اي عفوا في الشيست اكس راي ايش الفاينل؟ تحفظوها اي بي سي دي اي اللي موجوده عشان تسمح لك ارجل القديمة كي بي لاين والسي كارديو نيجري وال اي بي سي دي والدي والله نسيت دايريتد ابر لوب اللي هو كونفرجن فيزتس والاي فيوجن بلاتر فيوجن. فدكتور هم حطوا لي بالعاده كيف يجي كابتن اكتف واسكي حجيك السلايد في سؤال مكتوب عندك او احيانا لا من سنة في سنوات نزلوا الاسئله الاوراق في سنوات لا السؤال كان مكتوب وانت بس بتقرا السؤال وتجاوب عليه. يديك سيناريو واضح يعني لو انت ما تفهم شيء في الطب حتقول هذا الادم عنده هارت فيلر بيشنت جاته قبل كده ام اي ونون بيسف سكيميك هارت ديزيز وهو از سموكر وهايبر ليبيديميك وديابيتيك وهايبرتنسيف وعنده فاميلي هيستوري وهيز كامينج للاي ار فيشن عنده ديزني وشورت اوف بريث وبي ان دي هيز نوت امبروفينج وجاء على الاي ار وهذا الشيء سلاح انت فهمت انه عنده هارت فيلر. اول شيء تسوي ما تطلب في الشيء السكسري تكتب A B C D E تكتب عنده كذا عنده كذا عنده كذا عنده كذا عنده كذا نهائي والله يكتب ما أحد يسوي رادولوجيست there is a sort of upper lobe infiltration and opacity that most likely represent ما أحد يقول زي كذا خلاص قولها كلها دكتور ما كان في فيوجن وتلاقي السين يطلع برا لا في فيوجن لا ما في فيوجن لا حبيبي ترى ما هم سالين فيك اكتبها كلها ما طلع في فيوجن ايش اسوي حينقصك ما حينقصك ما حينقصك في الاكتب ما حينقصك شيء اكتب كل حاجه ان شاء الله شيخ تسوق في ورا ما حد يقول ما حد كمان حاول بعد اهم شيء تكتب له اياه كامل فهذه نقطه مهمه. طيب اذا الاخوه طب كده خلصنا هذه طيب هاو تو مانج سبيشن طب نقول لك شو بتسوي بيش جاني طبعا هذا كله رقم محطات ايش اسئله ممكن تعيد الـ ABCD موجود في شيء ايه في صوره مرسومه احسن من الموجود الصوره وتحت الـ ABCD. طب هذا الانفستيشن للاي ار صح اي ار اي طب في الكلينيك لما يجينا البيشنت حاطب له حاط تقريبا نفس الانفستيشن بس ما حاطه بالبي ان بي حاطه بالسي بي سي حاطه بيو ان اي للبيشنت حاطه لل طبعا ليش حاطه بالسي بي سي عنده انيميا انيت كوركتد عشان تمبروف الهارت فيلر حقه واليو ان اي عشان الليزكس دوزز وحاطب كمان التي اف تي الازل بيز لاين كاردك زي متروبولين ما حاطلب ولا حاطلب الايش البروبي ام بي الاي سي جي حاطلب له اياه تشيس اكس راي ممكن اطلب له اياه از بيز لاين عشان لو جاب على كده الاي ار يقارنوها خاصه لو عنده كرونيك لانج ديزيز وحاطلب ايكو فور شور بس ايكو هناك انا ما حاطلب هذا الانفستيجيشن اي ثينك اباوت ات حق الهارت فيلر. بعد كده ترى الموضوع ما بالبساطه دي الكاردولوجي دول مو تخصص عشان كلمتين بعد كده دي نيد تو لوك فور ذا كوز لو كان عنده مثلا اسكيميك كارد ديزيز والله دي ويل انفستيجيت والله بايثاليوم سكان ستريسس يعني عندهم اللي بس بالعاده ما هي موضوع اسئله في الاختبار عشان كذا ما تطرقنا له. طيب كذا خلصنا المانجمنت بيشن جاي على الاي ار وات اي شود دو وات اي شود دو بسم الله. طبعا المانجر في الاي ار عامل زي كذا جاءت على السرير تربع كده حاطط ايش حتعمل؟ مانجمنت. شوفوا اول شيء دائما اي مانجمنت ايش حتقوله؟ دائما سو انت انا اللي اشتغل اي ار وفاهم الاي ار كويس اول شيء عامله از اي بي سي دي والله ما حتعملها في حياتك اي بي سي دي هذه مين اللي حيعملها؟ اذا الاي ار فيزيشن بس يو نيد تو كيب ات ان يور مايند يو ماني عارف ايه الكلام هذا الايه الهرس السخيف لكن لا باس تبغوا نقول لكم اول شيء اني اعمل اي بي سي واتاكد ان البيشنت السكيورتي از ايوي وبعد كده حشوف البريكنج حقه. اوكي بريك ممتاز حط البيشنت از اوكسجين ماسك وبغى الاوكسجين ساتوريشن حق البيشنت از ابوف 94% تمام اللي في السي او بي دي بيشنت لا ما اعتقد 80 اوكي لكن ده ابغى ابوف 94% الاوكسجين ساتوريشن. طيب تيبيكال سيناريو البنت يجيك الاي ار تعبان ان شورت نص بريث والاي ار يحول لك الكيس يقول لك البيشنت عنده هارت فيلير والاوكسجين ساتوريشن 70% احيانا 78 فيري لو هذا مخنوق ما في اكسجين وصرف احيانا يعني مثلا بعض الكيس تكون صعبه والله يعني احيانا في 20% من الحالات تقريبا
تيجي انت مخك ده يقفش تطلب والله الجي ام بي كان موتيفيتد. طب هذا بس الهيستوري لها اسبوعين، طب هذه نيمونيا ولا هارت فيلير؟ ففي كذا تريك تسوي كذا ايش از ريزدنت في الاي ار تعرف الكيس. نيمونيا بيشنت تلاقيه ترى دي ساتك تمام، هارت فيلير دي ساتك، تشيس اكس راي ممكن يجيب بايلاترال انفلتريشن از ايه اللي هي المايكوبلازم ووكينج نيمونيا اللي هي المايكوبلازم نيمونيا. فما انت يعني حال كل شيء كذا كونفليكتبل البيكشر، هل ده عنده هارت فيلير ولا عنده ايه نيمونيا؟ هذا البيت لازم يكون في بالك. هارت فيلير كيس تعطيه ليزكس 40 ايش هيصير في الاوكسجين ساتوريشن؟ ويمبروف فاعطي له حاله الليزكس 40 وعنده شيء سكسيت. اذا جت الساتوريشن تحسن الليزكس تحسن هذا ايش؟ هارت فيلير. هذه نقطه كمان تحطها في بالك مهمه، الكونجيشن حق الهارت فيلير والامبروف دراماتيكلي بعد ما تعطي الليزكس، لانه ايش الكوز حقه؟ جست كونجيشن سيمبتومز يخف يبدا يتنفس بشكل كويس. لو عدت الليزكس حتحسن، لو لقيت الاوباسيتي زي ما هو ما هي موجوده اتس كونسوليديشن هذا نيمونيا. اوكي فهذه حاجه تحطها ايش في بالك. بس جاك البيشنت تعبان هيز ان شورت نسبريت اديته اكسجين، طيب البيشنت اعطيته الاكسجين وهيز لسه ديزنيك البيشنت، طيب ايش اعمل؟ ويل ابلاي ايه؟ سي باب. حقول للدكتور انا حاطي له اكسجين هيز نوت امبروفينج والفي بي جي او الاي بي جي ريزلت حقه يعني انديكيت اني ابدا سي باب، انا حابدا سي باب. سؤال ايش هي الفي بي جي ريزلت اللي حابدا على اساس السي باب؟ انتوا لو تلاحظوا انا في الانفستيجيشن ما قلت في بي جي، ليه؟ لانك لو قلت انا عارف حقولها كلهم حقولها في الاكزام، حقولها في الاكزام حتشخبط. ليه تعمل له في بي جي؟ از انديكيتد از نوت انديكيتد او نوت. متى اعمل الفي بي جي او الاي بي جي؟ اعمله الاي بي جي اعطيها بلاد جاز عشان اشوف السي او 2 والاو 2 والبي اتش مين يهمني في البيشن. لو البيشن هيز سيفير ديزنك طيب ف بس الان انا عملت ايه؟ اي بي جي الاي بي جي اعطيها بلاد جاز. دكتور احمد اجي هنا تقول اي بي جي تقول ايه؟ في بي جي في بي جي فينس بلاد جاز. ولان له نقطه يقول لك الاي بي جي ستانفورد كلامه صح. ال في بي جي يو كان ادجست تزود كده حاجات بسيطه وتعطيك الريزلت زي ايه؟ زي الاي بي جي. قول لي دكتور ما اذكرها لكنها موجوده، ناخذها ممكن من اي ايكويشن تكون موجوده جاهزه. حتى لو ما افتكرها لانها صعبه. يعني ما هي مصعبه، في ارقام تحفظها فور شور يعني جسمك لو تفتحها حتى تنساها. في ارقام تعدل بيها البي اتش والسي او 2، البي اتش طبعا في الفي بي جي حتقلله والسي او 2 حتقلله بارقام معينه عشان تكون ريليتد مع الاي بي جي. وات ايفر لو لقيت السي او 2 اكثر من 45 والبي اتش حق البيشنت اقل من 7.25 7.3 7.3. الاسماء خلينا نمشي زي ما هو توكي الاعلان ما عندكم فكاك هذا 7.25. والله this is most likely الفي بي جي ريزلت بصراحه ما انت 7.8 موست لايكلي 7.25 بس معلش عشان سامحوني والله شوي كنت فيها بس دبل شيت بس والله لو كنت 7.25 الى 7.2 لو لقيت اقل من كده هتقول لا البيشن ده احلى سي باب. ايش السي باب؟ ببساطه الميكانيكال فنتليشن يقسم جسمين. الميكانيكال فنتليشن ايش يعني الميكانيكال فنتليشن؟ انا اجيب فنتليشن ماشين تساعد البيشنت على الريسبيريشن. في انفيزيف ونون انفيزيف. الانفيزيف تشوف في الاي سي يو في تيوب موجود يو انتيوبيت ان كونكتد تو ماشين. انا الانفيزيف بحط ماسك وفي ماشين. الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر هذا واحد اللي هو البوزيتيف اير واي بريشر هذا واحد من النون انفيزيف. في تحته اكثر من كاتيجوري في الباي باب في السي باب. ايش السي باب؟ اسمه كونتينوس بوزيتيف اير بريشر. ايش بتعمل؟ تحط الماسك وكانك البيشنت تحطه كده الماسك ايش يسوي؟ شغال 24 ساعه. بس البيشنت لما تحط له اياه لازم يكون كوبريت معك يعني ياخذ النفس ويطلع يموت ياخذ وتخبط وشوفه يعني لا تخليه يكون يهدى وتحط له السي باب وهي تو كوردينيت ياخذ نفس ويطلع ياخذ نفس ويطلع
ايش الفكره من السي باك والباك اب؟ العفو من السي باك والباك اب، الباك اب هو اذر ابلكيشن ما نستخدمه في الهارد فيلر. هذه الفلاج لما انا اعبيها هارد ايش البريشر اللي يصير فيه؟ يزيد. ايش حيصير في الفلويد اللي موجود هنا؟ حيطلع. فهمت كيف الفكره؟ هذا السي باك اللي يشتغل. يدف الهواء يروح يطلع الايه لبرا. الباي باك لا، الانستليشن باي باك اسمه باي مانوال بوزيتيف اير بريشر، يعني في يعطيك بريشر ديورينج انسبيريشن اند ديفرنت بريشر ديورينج اكسبيريشن. وهذه لها استخدامات معينه في البيشر عندهم سكين ابني والكلام ده ما ندخل فيه، بس اللي هستخدمه ايش؟ سي باك. سي باك السيتنج مو لازم تعرفه. طيب في سي بيشر بيزنس من البدايه حاطط الاكسجين حاطط البيشر ايه؟ I need to maintain a ventilation for the patient. CPAP. بعد كده I need to أقلل preload. أبغى أعمل symptomatic treatment. كيف أقلل preload؟ أعطي ليزكس. فيروسومات. لا نقول ليزكس، نقول فيروسومات. فيروسومات. أعطي البيشن فيروسومات. إيش الفيروسومات؟ إذا نوب ديوريتك المجال ما يسمح نشرح إن شاء الله وقت النفرولوج وقت الدنو نفرو نشرح لكم كيف يشتغل. بس يصير عندي هأعطي ليزكس. الليزكس هذا ايش؟ لوب ديوريتك. الليزكس ايه؟ لوب ديوريتك. اعطي اي في ولا بي او؟ اي في. السؤال ليه ما تعطي بي او؟ هذا سؤال في اكزامبل سجل، ليه ما تعطي بي او؟ ليزكس انه ليه ما يشتغل؟ يبغى له وقت متاخر، بس انا ممكن اديله في البدايه مثلا وانشط اي في بعد كده يطلع على بي او. ليش تخلي على اي في يومين ثلاثه؟ هذا فعلا سؤال في الاكزامبل ما اظن حتى في شيء. ليش؟ لا زفرت الليفر لانه البيشن از كونجستد ايفن انتستن حاب از كونجستد فالابزوربشن از نوت ذات يعني ابزوربشن. طبعا الكلام هذا فيه شويه كونفليكت لكن في ميزه ثانيه الليزكس دوز ال 20 ملي جرام اي في از بوتنت از 40 ملي جرام اوف بي او ليزكس. طبعا من فين الاسم عفوا الاسم حق الليزكس جاي؟ ليس هو ليزكس لانه البي او الاي دي اسمه ليزكس اسمه فيروسومات لكن البي او اسمه ليزكس لانه لاست الاكشن حقه از لاست فور 6 اورز لكن اللي يشتغل في الغضون تقريبا ساعتين بينما الاي دي يشتغل في نص ساعه يقعد ساعتين في الجسم فقالوا لاست 6 فقالوا خلاص الكلمه ايه؟ ليزكس جماعه مع بعض فالليزكس اسمه من الاكشن حقه از لاست فور 6 اورز فعندنا الليزكس البي او ما نعطيه في الهارت فيلر لانه يكون البيشن عنده ايه؟ انتستينال كونجيشن فالابزوربشن يقل فاعطي الاي في ثاني كوز الاي في زرب الاكشن حاول يكون ايه؟ مورد. طيب فانا البيشن اديته حطيته على اكسجين ماسك حطيته على سي باك دائما وابدا تنحفظ هذا عن ظهر القلب. الليزكس لازم تسوي شيء مع اي مخلوق على ليزكس ولا اي فلويد لازم تقول I will put the patient على input and output chart. مهم ما يعطيه في شيء بس قوله لا تقول او الستيت فور الكاثيتر اذا البيشنت يقدر يروح للباثروم خلاص ان كان كوليكتد ما يقدر حتى يروح للباثروم نديله يورينال يورين باك لكن حتى هو جالس ايش يعني هي يورينيت لكن مو لازم يروح بس تقول لازم ابغى اعمل انبوت اوتبوت شارت يقول لك ليه ابغى اعرف قد ايش هو جاب يعني قد ايش المريض جابه قد ايش كم ابغى يشوف كل يوم كم لتر انت كم كيلو تبغى مريض يوميا؟ ما يعدي 1 كيلو يعني 1 2 كيلو وما يوصل 3 كيلو. الكيلو كم لتر؟ 1 لتر. تقريبا في باس 1 لتر هي ولوز 1 كي جي. سو نحن وي مونيتور الويت باي ايه؟ باي ذا اذر واي. انا حشوف قديش اليوريك اوتبوت هاو ماتش. فاليوريك اوتبوت التارجت حقي از 1 لتر 1 تو 2 لتر. اكتبها هي برضه ما موجوده في شيء. تارجت يوريك اوتبوت از 1 to 2 لتر don't exceed 3 لتر. طيب وش يعني؟ خليه يرتاح، ليه ما طلع 3 لتر؟ ايش اللي يصير؟ هنا بتديفلوب سايد افكتس، ايش السايد افكت؟ الكترولايت امبالانس، الكترولايت ايه؟ امبالانس. طيب هاو ماتش يو ديرز ذا بيشنت؟ قديش حتعطيه ديرتك؟ والله انت السيمتوم امبروفد، بس نحط في بالنا هذا السؤال حق الدكتور هذا الموسم. لو البيشنت باي اكزامينيشن اوه هذه نسيتها كويس عنده ساترا قديم اتليست حطلع منه 6 لتر اتليست يبغى له كم؟ 6 لتر فلويد نيدز تو بي ريموفد
طب هذا واحد سؤال حد رفع عمودي يجيك ولا كان بيش عنده هارت فيلر شوف كان كله كل هذا كلام فاضي هو حسب اسئله لما يسجلوا كذا رجل we need to mention your examination بعد ما تخلصوا examination هارت فيلر كل كل جديد حسب عشان كده يضفر من الاخر هقول لك بيش ده عنده سكرات سوليك did you look for sacral edema عنده هيباتوميجالي ما عنده هيباتوميجالي تقول الدكتور عنده اساتس هاو كان بالبيت هيقول لك هاو يو كان بالبيت هيباتوميجالي ذا بريسنس اوف اساتس هتقول له ديليك مانوفر هذا السؤال اللي بعده ديليك مانوفر ايش الديليك مانوفر؟ انت هذا الابدومين حق البيشن وهذا الليفر تروح تعمل زي كده تخبط فلما تخبط ايش يصير في الليفر؟ الفلويد حتضرب على الليفر وش تعمل؟ تخليه بعد ثانيه مسدد مره ثانيه فهذا كله ضرب من الخيال لكن يقول لك ايه؟ في اسمها ديليك مانوفر تسوي زي كده الليفر تتحرك ويجزع سوي مليون مره ولا عمري حسيت اي حاجه فيقول انه في شيء اسمه ديبك مانوفر بس نقولها حاسس بس لسه ما انا اسويه ديبك مانوفر كيف المكان حاسوي زي بعد كده حلاقي ايه الليفر حال الاساتس تخرج في الليفر والليفر يسلع كده فتقول حلو دي ديبك فور سكرات سوري دي ديبك فور سكر ايدينا هل ايش ده هيبات ميجا ولا لا وسايس بعد كده ايوه هل عملت فندوسكوبي اكزامينيشن اوكي هتقول مثلا دكتور ما عملت هيقول لك عندك فندوسكوبي هتقول له لا يقول له كم جوال عندك نظر ايضا تقول عندك جوال قول عندي واحد ابو كشاف لان هذول انت المفروض تبيعه وتشتري به بالثاني تشتري به فندوسكوب لكن ما في مشكله فيصير هذا ايش السؤال بعد كذا حيسال ايوه في اللور ليب اكزامينشن عملت اللي اخذته في السيرجري اللي هو الايه حق ديابيتك فوت لانه هارت فيلير موست لايك انه عنده ديابيتس والديابيتس عامل سكيميك هارت ديزيز از موست كومن كوز للهارت فيلير ايش سكيميك هارت ديزيز والموست كومن ريسك فاكتور والبريسيبتيتنج فاكتور از ا كوز اوف سكين هارت ديزيز حيكون ديابيتس فيز اكسبكتنج من يو انك تعمل ايه ال نيور فاسكولار اكزامينشن حق الاول ليفر كامل حق ديابيتك فوت تعمله هذا السكين تحطه على جنب وتراه فعلا في ايفري كيس تعمل الكلام هذا اوكي ولو كان معك فندوسكوب وتروح للاكزام حيكون ترى شيء كويس حتى ما تستخدم بس انك تقول بس تعرف البيزك حقه انا حامل كذا وكذا وحسوي وحاطه لك كذا ما حشو شيء ترى انه صعب غلط مازن مره اثنين ثلاثه فبس انك اتليست شو ذا انترست ان انا عندي فندوسكوب وانا احب الطب والكلام ذا وحطه تقول لي يعني ايش شيء انا حاسب لك وبس اعرف البيزك حقه لو في والله دقيقه اشرح لك كيف البيزك حقه طب هذه الاسئله حق عمودي نرجع للمجمل حقنا معلش انا ايش بروح برجع بس بحاول والله ريكول كل الاسئله اللي تجي في الاكزام ذلك التريكول نحن حسنا دكتور سامي بحلس ايه في المانجمنت اخر شيء المانجمنت فكرت نحن الان نقول للبيشنت حتحط له الاكسجين تعمل البيشنت سي باب ويقول ديكريز البيل لود حتعطيه ليزكس قلنا الميكانيزم اكشن حق الليزكس وال قلنا الميكانيزم اكشن حق الليزكس والفرق بين الاي في والاي او طيب ايش الاشياء كمان اللي حتعطيها للبيشنت اي نيد تو امبروف الكارديك فانكشن حق البيشنت طبعا في اب تو ديت في اكثر من ريفرنس في الاكيوت سيتنج لاين جست ديل البريلود بعد كده يو نيد تو انتروديوس الميديكيشن ذات ويل امبروف ايش الهارت فيلر ايش الميديكيشن اللي حبداها واحد ايس انهبيتور حابدا ايه كابتوبيل عندي وفي انالوبريل وليزينوبريل الاستاتس على دول الثلاثه قول اي واحد منهم اللي بحفظ الدوزز از جود انا التارجت حقي ابغى اوصل في الكابتوبريل الى 50 تي اي دي بس انا حابدا من 6 وربع وبعد كده اول اسكليت الدوز لما اوصل ل 50 تي اي دي انالوبريل اتس ا بي اي دي دوز والليزينوبريل از ان او دي دوز فالليزينوبريل اسهل ما نستخدم ميستر كابتوبريل رخيص فبديك تعطي المرض متوفر في الجهاز فاعطي كابتوبريل او اعطي ايش ايزينوبريل او ليزينوبريل اللي اقوله في الاكزام ايش انهبيتور كابتوبريل مشهور بس يو نيد تو جو بروبر دوز ايش الاشكاليه تلاقي مثلا احيانا يعني مثلا واحد لازم ما يعني او واحد ما هو يعني مو داخل حرفيا كويس يروح يحط الدوز 6 ربع بي اي دي انت لما تشوف 6 ربع بي اي دي اول شيء تفكر في بالك انه هذه معطيها ايه فور هايبر تنشن طبعا هذا غلط الميكانيزم حق الاكشن حق الكاتوبريل تقريبا 6 8 ساعات يعني حتى لو انت درسته والكلام اللي درسته حقه اوكي درسته وقت كلينك لكن في البيت ايش حيكون؟ عالي ات نيدز تو بي برسكرايب تي اي دي اوكي فلو لقيت انه عنده 50 مثلا تي اي دي ولا حفكر طوال في هارت فيلر البيشنت من حال هذا الموضوع حق الدكتور تشحط لك الميديكيشن شاب ولا خذ
مش عند المريض. فانت تعمل ميديكيشن هتقول والله لقيت كابتوبريل، لقيت بيتا بلوكر، لقيت ليزكس، هذا مريض ايش عنده؟ هارت فيلير. فيصير كابتوبريل قلنا كم الدوزز از تي اي دي و50 تي اي دي اللي وصلنا ات از ذا ماكسيمم افكتيف دوز هاز نو ريليشن مع الشرط مع الشرط هاز نو ريليشن للبلد بريشر. انا ما بعطي الاسم انهبيتور تو كنترول البلد بريشر. دكتور البش مو متنسب حاعطيه لي اياها متى ما حادير كابتوبريل لو عنده سيمتومز اوف هايبوتنشن او عنده كريتيكال هايبوتنشن ما حاعطيه. سو وات ايفر حتى احنا بدنا نشرح له نعطيه لي نعطيه. فيصير عندي ايس انهبيتور بيتا بلوكر لما البيش يصير دراي نت ويت. ايش قصدي بدراي؟ اللانك حقه دراي، الجي في بي بدا ينزل، السيمتومز حقه بدات تتحسن، اعطيه بيتا بلوكر. لانك لما تعطي بيتا بلوكر في البيشنت في اكيوت هارت فيلر ايش يصير في السيمتوم؟ يتعب زياده. ليه؟ هيز كومبنسيتد باي انكريزنج هارت ريت. يو جاست بلانت ذيس افكت. ايش حيصير فيه؟ دي كومبنسيشن. فاعطي البيتا بلوكر واوصل برضه للماكسيم افكتيف دوز. ايش البيتا بلوكر اللي اعطيها؟ ام بي سي، ميزوبرولول، بيزوبرولول، وكاربيدرول. هذه هي الكاردو سيلف. هي طبعا ناس بيكتب البيتا بلوكر بس هي كاردو سيلف. طيب وفي تفصيل مين يشتغل على البلد بريشر اكثر بس ما حسالكم في الكلام هذا، بس انا اعرف مين هم اللي حاعطيهم البيتا بلوكر. سو اي جيف البيشنت ليزكس فور سيمتوماتيك تريتمنت، ايس انهبيتور تو امبروف الكاردياك function و decrease the mortality. عطيت بيتا بلوكر to improve the cardiac function وتبرضه ايش؟ decrease the mortality. لما تدي على المريض البيتا بلوكر تفهم انه ترى يمكن اول 6 اسابيع او شهرين you will not improve، ممكن السيمتومز حقك تسوء على البيتا بلوكر. لكن need to continue لما حتتحسن بعدها حيقلل الـ hospital admissions، حيقلل الـ mortality and morbidity and heart failure patient. رقم 4 spironolactone تكتبوا بين قوسين رالز اترايل. حتسألكم في دكتورة هلا موصلي دكتور طريف العمل واغلب الدكاتره برضو حيسالوه ايش كمان تضغط للبيشنت؟ قول له هات سبيرولاكتون. بس ايش حقول؟ هذا مو موجود في الشيء معلش هل تكتبه حاجه سبيرولاكتون ليزكس ايش انهبيتور بيتا بلوكر سبيرولاكتون. سبيرولاكتون انديكيشن لو البيشنت عنده نيور هارت اسوشيشن من 2 ل 4 والاجكشن فراكشن اقل من 35%. مين اللي قال الكلام ده؟ ترايل اسمها رالز ترايل RALS. في واحدة ترايل ثانية على another واحد من الدستورات أنتاغونيست بس ما هو محل صراحة سؤال. طب دكتور ليش اديتنا اسم الترايل وليش أعطتنا الانديكيشن؟ قلت له not for knowledge is an exam question. هذا يجي في الاكزام. طيب هو سألني وأنا مثلا ما قلت يعني أقول سبيرولاكتون وأسكت؟ لا، تقول I will give سبيرولاكتون if the ejection fraction is less than 35% based on RALS trial. احفظوا الجملة كده تنقل زي ما هي. We'll give the patient spironolactone if the ejection fraction في MR في ما نعرف ايه، بس هذه كلها ما هي محطة تفصيل فما نتعب نفسنا فيه، نركز بس على ايه؟ على شيء مهم. طيب يصير قلنا ايش انهبيتور بيتا بلوكر ورقم ثلاثة قلنا ايه؟ spironolactone. بعد ما يطلع وهذه برضه معلومه مهمه حطيتها سبيرولاكتون. Studies show that introducing spironolactone before discharging the patient improve the mortality decrease hospitalization decrease ايش؟ hospitalization. فهذه مهمه اني ابدا قبل ما يطلع من المستشفى. طيب حقول لك بس اللي حطلعه؟ لا معلش برضه ما مكتوب في الشيء. حقول للبيشنت he need to change his lifestyle. بين قوسين حقول له salt restriction. ايش يعني salt restriction؟ هخلي السولت انتيك حقه 2 to 3 grams per day. Weight monitoring his weight، كل يوم يقيس وزنه. اذا وزنه ما تعرف وزاد بيزيد كيلو تعرف انه الريت ده في احتماليه كبيره for hospitalization. If it is bad sign if he's gaining weight، لان ايش اللي يصير؟ he's accumulating fluid. فيصير واحد lifestyle modification، weight reduction، monitoring his weight، smoking cessation، pneumococcal vaccination for pneumonia. خمسة أشياء. معلش أنا آسف ما أكتبه في الشيء بس مهم تكتبه. lifestyle medication بين قوسين. salt restriction، weight monitoring، smoking cessation. رقم اثنين pneumococcal vaccination. هذا هو lifestyle modification. عندك الفارماكولوجيكال تريتمنت،
اللي احنا قلناه ليزكس بس سيمتوماتيك حاجه اللي دوس حاجه ليزكس حتى احيانا اخلي المريض بدون ليزكس اللي كان على 180 او 160 خليك 40 80 وتقدر حاجه اللي دوس حاجه ليزكس لكن كابتوبريم حابدا بدوس صغيره ازودها البيتا بلوكر دوس صغيره وازودها بقى اكسل اوصل الماكسيمم دوس سبيرالاكتون نفس الشيء ابدا بدوس صغيره وازودها الاسئله في السبيرالاكتون برضو الله صل على محمد ايش السايد افكت سبيرالاكتون عليكم اسف ايه واحدة منها صح عليكم اسف اللي يهمني هايبر كالين فانا ما اعطي له الجي اف ار اقل من 30 ما اعطي له الجي اف ار اقل من 30 ولو اقل من 50 اني تو اجست الدوز بس اعرف هذه واحدة لا تكون الجي اف ار اقول له عندك شيرين امبيرمنت ما اعطي لو عنده هايبر كالين ما اعطي البيشن فسبيرون لاكتون هذه واحدة مهمة حتى هتشوف في السي ان دي مثلا البيشن اعطوني اياها اذا جاء البيشن هايبر كالين ما اعطي له قلت له يا خلاص فيصير سبيرالاكتون هو ايش الميكانيزم في اكشن حق سبيرالاكتون مهم؟ الدستيرون انتاجونست او حنقول ايه؟ بوتاسيوم سبيرنج ديوريتيك ايش قصدنا بوتاسيوم سبيرنج يعني بينزل كل شيء ما عدا مين؟ ما عدا البوتاسيوم الدستيرون انتاجونست بوتاسيوم سبيرنج ديوريتيك سايد افكت حقه يهمني الجلايكوماستيا مهمه وايه؟ وهايبر كاليميا انما من هايبر كاليميا طبعا في ادرس هذا في بسم الله كده خلصنا الاشياء من الجود هنجي بالعاده شكون صدق حيقول لك patients not improving is not ايش improving هذا السؤال دكتور سامي والله كثير بيسالوا يعني ما حكيت دكتور سامي والله برضه كثير يسالوا ايش حتعمل طب ايش الحل he's not اديته patient heart failure ويتابع معك في العياده ايش الميديكيشن تعطيه له قلت له كل الميديكيشن هذا وهي ذات improving ايش حعمل شفت ممتاز شو هذا الكلام حلو حاول اشوف اللايف ستايل حق البيشنت ها هيز كومبلاينس للميديكيشن لا طب اوكي كلها اوكي دكتور هيز نوت امبروفينج مش هتعمل حاولوا مع سجلوا البيشنت از نوت امبروفينج هي مي كانديديت فور انتر كارديو ديفايس شاركوا معكم سنه الكرايتيريا الانتر الاي سي دي وفي منها انواع وكلام جدا كثير بس برضه بيوم سكوب في سكتين بس يو نيد تو نو في حاجه اسمها ايش طيب لو نفترض مثلا ففي حاجات والله الواحد يسمعها بس لما تروح كده في السناتر فيها شغل يبان اي سي دي البيش حاطط له اي سي دي اي سي دي حيقعد عشرة طول عمره لا يو ار بلانينج هيم فور ايش هارت ترانسبلانتيشن ايه بيصير عنده هنا في السعوديه في مولود هارت ترانسبلانتيشن في هارت ترانسبلانتيشن في تخصص في عندهم هارت ترانسبلانتيشن في الرياض تخصص في الرياض عندهم هارت ترانسبلانتيشن فجست تحط البيشنت فعلا تحطه على الليست ممكن يكون patient candidate for a for heart transplantation. سؤال حق رفع عمودي ساك شاهين. patient عطت ليزكس and he's not improving. ايش حتعمل؟ زود الدوز. زودت الدوز الى الماكسيمم دوز الـ patient is dizzying. ايه؟ هقول لك التالي. ممتاز هذه عادة الاتروب بس لانه في حيكون فيها كلام. قلتش عن الاتروب عندك الدوبامين والدوبامين والكوردي بيبغالك فيها كلام كثير. بس حلو بس لا ان لا نفتح مجال على نفسنا هقول البيش طب اذا اديت ليزز هيز نوت جيفين جود اوت بوت وعنده قاريه امبير هعمل ديزيس واذا هو ديزنك البيش يمكن احتاج سي باب ديزيس بس السؤال ده توقعوه مثلا يقول لك اعطيت ليزز هيز نوت امبروفينج قول البيش ممكن يحتاج ديزيس ما اقول له هيمو ديزيس يبغى له بس ايش الترا فلتريشن هشيل بس فلويد ان ما هاخذ انظف واحط كالسيوم واشيل يوريا لا 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 بس الترا فلتريشن اخلي البلد يمشي في المشين واسحب منه فلويد اوكي وبعد كده ارجع ليش البلد زي ما وضح هذه كده اغلب الاسئله وان شاء الله هذه حق الهارت فيلر كان بيسالوا بس كده فكر الدكاتره ايش في سؤال هذه والله المين كويشنز اللي تيجي على الهارت فيلر سواء كان كرونيك مانجمنت اكيوت مانجمنت والستاتس اللي بتسال كده والله انا معلش طولت في الهارت فيلر بس ذس توبك ديزيرف انه ياخذ من الوقت طبعا الارتفاع في هالفيه برضو قلنا نحط دوبامين وفيتامين از برضو شيء صح دوبامين وفيتامين لانهم بصراحه ما بنستخدمهم كمان غير كيف تعالج الاستعجال بالعاده ما يعني نستخدم بزنا بس وفي الاي سي يو سيتنج البيشنت يجي له اكيوت هارت فيلر لو شافوا اي سي يو لو طلع في الاي سي يو
بتلاقي بيش الدوبامين بيعطيك اي عدد دوبامين بيش بيكون هابو تنسك احسن دواء اعطيه اياه بلاش اقول احسن دواء عشان هذا الجايد لاين ما بقول نعطي دوبامين بنعطي واحد ثاني بنفتنس بس عشان افيلبل دائما نعطي دوبامين اللي هو هابو تنسك لكن هارت فيلير حاعطيه في البدايه دوبامين واعطي دوبتامين الدوبتامين ايش قاله والامبروف الكارديك فانكشن لكن حيعمل هايبو تنشن فلو مش اوريدي هايبو تنشن بتاخد دوبامين كان بتكتب لا اعطي له دوبامين انت البلاد ايش حقه زي بروفين بعد كده اعطي له ايش دوبامين هذا موضوع ثاني هو كارديك شوك صار في مواضيع كثيره في الكارديولوجي بس برضه بيوند سكوب صراحه لو اخذ اي سي يو يو نيد تو نو باي هارت كارديك شوك انواع الفازو بريسور الدوبامين على الريسبتور يشتغل والدوبامين على الريسبتور يشتغل وايش السايد افكتس حقهم و يعني هم هي كده كلام بحد ذاته. طيب بسم الله. دكتور. إيه. تحتاج ال. إيه والله في عندي صراحة خمس سؤال. لو في طبعاً عشان الوقت بس خليها آخر شيء. سير بس تذكروني أوريكم ليش السلايدز كامل. كل الأشياء اللي كانت إيه موجودة. يا الله. طيب ناخذ السكين كارديزيز. أبغى كنترول. الله الله.